السلام عليكم طلاب، وياكم علي حسين طلب الكوفة مرحلة ثالثة. اليوم ناخذ السيشن الثاني اللكتشر الثاني مع الأكيوت إنفلاميشن. باللكتشر السابق لكتشر الأول أخذنا الأكيوت إنفلاميشن، عرفنا شنو هو الأكيوت إنفلاميشن، وعرفنا الأكيوت إنفلاميشن شلون يصير، وعرفنا شلون تتم عملية migration of the neutrophils زين من البلود فيزل للمكان للسايت اوف اكشن مالتها. زين، بهذا اللكتشر راح ناخذ الميديتورز اوف اكيوت انفلاميشن، وراح ناخذ شلون النيتروفيل تقتل البكتيريا زين، وراح ناخذ بنهايته شنو الانواع مال الاكيوت انفلاميشن وبعض الكونسيكونس مالته. زين، بعد شهره ممكن تشوفون هذا الفيديو طويل شباب، ما اعرف ايش قد يصير، بعدني ما مسوي له مونتاج ومعدله يعني، فممكن تشوفوه طويل، بس انا بهذا الفيديو شرحت كل شيء بالتفصيل. هو الاكيوت انفلاميشن خصوصا اللكتشر الثاني به وايد حكي وموضوع معقد، فأكيد ياخذ مني وقت وأكيد أطول بي، فلذلك هذا الفيديو صار طويل. بس شوفوه، وإن شاء الله من تطلعون من هذا الفيديو ولا تشايفني الفيديو الأول أيضا تكونون ختمتوا الأكيوت إنفلاميشن. نبدأ بهذا اللكتشر مالتنا Chemicals Mediators of Acute Inflammation. زين، نجي هسا what is the mediators of inflammation؟ خلينا نشوف يعني هذا حكي هو ذاك اللي قبل، خلينا نحكي هذا الحكي هسه. زين، mediators of inflammation are the substances that initiate and regulate inflammatory reaction. يعني هي من اقول كلمه mediators، شنو معناها كلمه mediators؟ هاي هي عباره عن مواد معينه تنظم وتسوي لي شنو التفاعلات الانفلاماتوري يعني المناعيه يعني بين الخلايا. هي من يسوي لي يعني من يجيب الخلايا، من يحفز الخلايا، من يثبط الخلايا المناعية، هاي الميدياتورز مال الأكيوت إنفلاميشن. يقول الميدياتورز أوف إنفلاميشن either cell derived or plasma derived mediator. زين شباب، هنا يقول الميدياتور مال الأكيوت إنفلاميشن يا إما يجني من الخلية أو يجني من البلازما. زين، إذا نوعين هنا، يا إما cell derived يا إما بلازما derived. ماشي، يقول most mediators induce their effects by binding to specific receptor on target cell. طبعا يقول الميدياتور من يريد يشتغل راح يروح يرتبط على ريسبتر معين بالخليه اللي يشتغل عليها، واكيد يعني هذا الشيء ما بي اي مشكله. زين، والنقطه الاخيره يقول the actions of mediators tightly regulated. اكيد راح يتم تنظيم شغل هاي الميدياتورز. زين، هسه قبل لا نبدي بهذا الحكي راح نروح على الرسم مثل ما عودتكم بالمحاضره السابقه. نروح هسه على الرسم نشرح الميدياتورز كلهن. زين، راح نشرحها هسه كلهن بالتفصيل، وراها نرجع نشوف الحكي هذاك نلقاه نفسنا. زين، خلينا نجي شباب، الميدياتورز اوف اكيوت انفلاميشن تم تقسيمها الى سبعة اقسام. كم قسم؟ سبعة اقسام. شنو هن ذني؟ نجي، طبعا اذا صوت شوية متغير فمريض يعني اعذروني من هاي الناحية. زين، اول نوع يسموها فازو اكتيف امينز. زين، للدخول موجوده عندنا نفسها اللي هي الهستامين. الهستامين وياها السيروتونين، هسه هذا اذا ما موجود عندنا حذفه بس مو مشكله، بس هو الهستامين هذا النوع الاول الموجود عندكم بالجدول. هسه جدول انا فاتحه باللابتوب وجاي ابو بالجدول واحكي لكم على الرسم عمود تصير الامور واضحه. زين، فالفازو اكتيف امينز اللي هي الهستامين، هاي النوع الاول. النوع الثاني البروستاغلاندين واللوكوترين. البروستاغلاندين واللوكوترين سوا يكونن، سوا يجن من نفس المكان. هسه نحكي بعد شويه شلون يجن. النوع الثالث السيتوكينز، الرابع الكيموكينز، الخامس بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، سته كومبلمنت بروتين، وسبعه كاينين. هسه راح نشرح واحد واحد بالتفصيل. الهستامين شنو هن؟ اول شيء الهستامين سيل درايفد، هاي على مود نعرفها. سيل درايفد هنا سيل يعني يجي من الخليه ما يجيني من البلازما. خوش حكي، هاي اول شغله. زين، يقول الهستامين هاف امبورتنت اكشن اون بلود فيزل. شو يسوي الهستامين بلود فيزل؟ الهستامين من يجي بلود فيزل شبابنا ايش راح يسوي لي؟ شوف هذا هنا بلود فيزل. زين، وهذا دم جاي يمشي بيه، وهذا اللي هنا خلايا مال مصل يعني مصل سيل. زين، اكو خليه اسمها الماست سيل، هاي خليه اسمها
ماست سيل. شنو هاي الماست سيل؟ هاي الماست سيل هي مسؤولة عن إفراز الهستامين. زين هنا هاي الماست سيل تفرز لي شنو؟ تفرز لي هستامين. هذا الأحمر خلينا نسوي هذا هستامين. زين شباب هذا هستامين. زين هذا الهستامين راح يروح على السموث مسل هاي يسوي لها ريلاكسيشن. ريلاكسيشن زين من يسوي لي ريلاكسيشن بالسموث مسل شي يصير بالبلود فيزل؟ يصير له فازو كونستكشن او فازو دايليشن. اكيد فازو دايليشن. لان ليش؟ لان هذني سموث مسل سويناها يعني ريلاكسيشن ارتخن، بعد من ارتخن البلود فيزل راح يتوسع. زين فاذا هذا هو الشغل الاول مال الهستامين. زين الهستامين بعد شو يسوي لنا شباب؟ الهستامين يجيني بس هذا مو عندي بلود فيزل اني مثل ما اخذنا باللكشر الاول قلنا من يصير عندنا انفلاميشن اكيوت انفلاميشن خدناها الخطوات شبابنا الخطوات مال اكيوت انفلاميشن قلنا بالخطوه الثالثه تزداد البيض مابلتي. لا تنسوها هاي تشعول اياها ذيك المحاضره شوفوها. بالخطوه الثالثه تزداد البيض مابلتي. هنا البيض مابلتي تزداد. زين شلون تزداد البيض مابلتي؟ عن طريق الهستامين. هذا الهستامين نفسه راح يجي يحفز الزياده بهاي البيض مابلتي. شلون كانت الطريقه مال الزياده شباب؟ تذكرون من قلنا هذني هنا أنا خلايا شنو؟ هاي خلايا مال اندوثيليال سيل من قلنا تنكمش على روحها هنا أنا تتخلص وتسوي لي مسافات بيناتهم. هنا أنا هاي المسافات هسه انا سميتها من هي متقرصه. زين من هي متقرصه عمود شويه وقت فهاي المسافات خلت لي بينها مسافات. هاي المسافات شنو يطلع لي منها؟ بلازما تطلع لي منها شنو؟ الخلايا والبروتينات مثل ما حشيناها بالتفصيل باللكتشر السابق. إذن الهستامين شو يسوي لي بعد؟ انكريز ان بيرميابيلتي اوف بلود فيزل. زين ماشي اكو نقطة اسمها اندوثيريال اكتيفيشن شباب تذكرون بالمحاضرة السابقة وين هالصورة؟ خلينا نرجع لها عمود. هاي الصورة من قلنا هاي النيتروفيل خلال عملية النيتروفيل يعني هاي موفمنت من قلناها كم نقطة قلنا؟ أول شيء قلنا مارجينيشن بعدين رولينج بعدين اديشن بعدين اميجريشن بعدين كيموتاكسيس. من قلنا أنه عندها سيلكتين وعندها انتجرين. زين شباب هذين السيلكتين مو يتبطن على الاندوثيليال سيل والانتجرين أيضا تتبطن على الاندوثيليال سيل. الهستامين يحفز إفراز هذين الريسبتورات. هذين من يحفزن هذا اللون الأحمر شنو هو؟ هستامين يحفزهم. زين يحفز لإفراز هذني الريسبتورات يحفز لإفراز هذني على الاندوثيليال سيل شباب ما عليه بالذني على الليوكوسايت يحفز لإفراز هذني الريسبتورات على الاندوثيليال سيل. هني من يجي هستامين يحفزها تطلع لهاي الريسبتورات. من تطلع لهاي الريسبتورات تجيني النيتروفيل ترتبط عليهن وتتم عملية انتقال النيتروفيل مثل ما حكينا بالتفصيل بالفيديو السابق. زين إذن هذا الشغل مال الهستامين. هسه الهستامين المكتوب عندنا بالملزمه هستامين السورس مالته ماست سيل. بالاضافه للماست سيل اكو خلايا ثانيه تجيب الهستامين من هي البيزوفيل والبليتلز. زين هذني شنو؟ هذني ليوكوسايت اثنين هن والبليتلت هي بعد صفائح دمويه. الاكشن مال الهستامين بالملزمه موجود. خلينا نرجع على المود مندوخ هنا ما يجي ندوخكم على مود نرجع. هاي الملزمة هاي السورس هذا عرفناه. الاكشن شنو؟ فازو دايليشن انكريز فازو بيرمابلتي اندوثيريال اكتيفيشن. زين اندوثيريال اكتيفيشن يا هاي النقطة من قلت لكم يحفز افراز الريسبتورات على مود شنو ترتبط بها الليوكوسايت. هاي يسموها اندوثيريال اكتيفيشن. زين شباب اذا هذا الهستامين اول واحد خلص. زين نروح على الثاني. شباب شوف لنفرض انه هاي خلية مناعية. هاي هنا انا خلية مناعية. زين خلنا نقول مثلا النيتروفيل. زين هاي النيتروفيل. زين هاي الخلية الليوكوسايت الجدار مالتها راح ناخذ قسم من الجدار مالتها نكبره. اذا هذا السيل ممبرين مال الخلية. زين اكو انزيم اسمه فوسفولايبيز. هذا شو يسوي فوسفولايبيز؟
شوفوا شباب، هذا الفوسفولايبيز راح يجي يشتغل على السيل ممبرين، تمام، يحول لي فد اسيد اسمه اراكيدونيك اسيد بالسيل ممبرين. او شوفوا شباب، العفو، الفوسفولايبيز راح يجي هنا، مو اكو ليبيد، السيل ممبرين ما تكون من ليبيد، زين، فهو راح يحول لي هاي الليبيد الى فد شيء اسمه اراكيدونيك اسيد، زين، ماشي. إذن الفوسفولايبيز بس حول لي الاسيد الليبيد مال السيل ممبرين الى اراكيدونيك اسيد. شوف الاراكيدونيك اسيد اكو انزيمين راح يشتغلن عليه، انزيم نسميه سايكلوكسيجينيز، هذا مهم نحفظ اسمه، ما موجود عندنا بس هو مهم، كلش مهم، لان هسه اقول لكم بعد شويه ليش مهم، زين، سايكلوكسيجينيز وانزيم ثاني اسمه لايبوكسيجينيز، زين. ليش جاي اشرح لكم هذا؟ جاي اشرح لكم هذا على مود نعرف البروستاجلاندين واللوكاتين من وين طلع لنا، زين؟ السايكلوكسيجينيز شباب راح يحول لي الاراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندينز، اذن هاي بروستاجلاندينز عرفنا من جت. اللايبوكسيجينيز يحول لي الاراكيدونيك، يحول لي الاراكيدونيك اسيد الى لوكوتينز، زين؟ ايش كم نوع من اللوكوتينز عندنا؟ عندنا لوكوتينز اي 4 C4 D4 and B4، زين، ماشي. اذا هسه عرفنا هذني منين يجي، هسه بما انه هن يجي من نفس المصدر، اذا السورس مالتهن نفس الخلايا، من السورس مالتهن الماست سيل، هاي الماست سيل واللوكوسايت، لوكوسايت يعني يقصد بقيه خلايا الدم البيض، والا الماست سيل، الماست سيل هي اصلا اللوكوسايت، فاحنا اذا نقول فقط لوكوسايت فهي صحيحه. هذا السورس مالتهم. الفانكشن شنو شباب؟ البروستاجلاندين يسوي له اول شيء فازو دايليشن، هذا الشغل نفسه مال الهيستامين يسوي له البروستاجلاندين، راح امثلها بهذا اللون البنفسجي، هاي البروستاجلاندين ايضا يسوي له شنو؟ فازو دايليشن، زين، هاي حاط يمها لون بنفسجي على مود نعرف، وهذا لون احمر، الهيستامين وينه؟ لون احمر يمه، زين، اول شيء فازوديليشن، بعد بين، شلون نسوي لنا بين؟ شوفوا شباب، هنا أنا اكو نيرفات معينة، اكو نيرفات معينة، لنفرض هذا فد نيرف موجود هنا، هنا فد نيرف هذا، زين، هذا نيرف يعني، انا اسمع عدل، زين، هذا النيرف موجود هنا يا شباب. البروستاجلاندين، هذا اللون بنفسجي البروستاجلاندين راح يجي على هذا النيرف يحفزه، من يحفزه راح يصير بين، راح يسوي لي بين. اذا هسه البروستاجلاندين جاي يسوي لي بين ايضا. الفيفر شلون؟ البروستاجلاندين شباب راح يروح للبرين، هذا البرين هو يعني رسمي، يعني ما شاء الله كلش حلو، فهو ما مبين البرين بس هو فرضوا لي هذا البرين، زين، هذا برين مع الشباب، يجيني البروستاجلاندين تحفز لي هذا البرين تسوي لي فيفا. اذا شنو فيفا؟ اذا هسه هاي عرفنا البروستاجلاندين يسوي لي فازو دايليشن بين فيفا، عرفنا السورس مالته، نرجع نقرا بالملزم، بعيد هذا الحكي كله من الملزمة، فقط المصدر مالتهم الاصلي جبت لكم اياه على مود توضح لكم السالفه، فهذا الحكي من هنا لهنا للاطلاع، هذا حفظ. البروستاجلاندين من السورس مالتهم قلنا لكم ماست سيل وليوكوسايتس، شنو وظيفة مال البروستاجلاندين؟ فازو دايليشن بين فيفر، زين. إذا قلت لكم سؤال شنو السيستميك افكت مال البروستاجلاندين؟ شنو جاوبه؟ نقول له فيفر، بس إذا قلنا لوكال افكت مال البروستاجلاندين أقول له بين وفازو دايليشن، زين. اللوكوتين شبابنا من تجينا قلنا نفس السورس ماست سيل وليوكوسايت، زين، ماشي. شنو وظيفة اللوكوتينز؟ الفانكشن مالتها أول شيء زيادة بالبيض مابلتي، هذا الحكي. اللوكوتينز خلينا نسوي لها يا لون شباب، اللون الأخضر، هذا اللون الأخضر لللوكوتينز، عمود هنا على رسم السيد أسهل، تجيني اللوكوتينز هنا نفس هذا الوظيفة مال الهستامين، تسوي لي زيادة بالبيض مابلتي،
زين زيادة بالبيض مياه بروتين، هاي اللوكوتين سوى الوظيفة الأولى مالتها. اثنين كيموتاكسيس. شباب شنو الكيموتاكسيس؟ أخذناها بالمحاضرة الثانية، هي movement مع leukocyte along chemical gradient، قلنا movement of leukocyte to the site of action. زين يعني هاي اللوكوسايت الموجودة هنا بالدم، هنا من تطلع لي من هنا من الدم وتروح لي المكان مال السايت اوف اكشن، زين هاي كيموتاكسيس. من يحفز هاي العملية ايضا؟ اللوكوترينز. نحط هنا هاي لون اخضر، اللوكوترينز تحفز لي هاي العملية. زين بعد شباب تحفز لوكوسايت ادهيجن. لوكوسايت ادهيجن يا عملية، شوفوا شباب هاي العملية من قلت لكم بالفيديو السابق، الادهيجن من ترتبط اللوكوسايت عن طريق الانتجرين، من هذين الانتجرين راح يتبطن بالاندوثيليوم، هاي شنو ادهيجن، اذا ايضا يتحفز لي هاي العملية. زين اللوكوتينز خلينا نجي نكتبها هنا، هذا هنا اللوكوسايت، زين اتى هذني الموليكول مع الادهيجن، زين راح ترتبط على اليمن، راح ترتبط على الاندوثيليوم. من يحفزها؟ قلنا من يحفزها اللوكوترينز. زين ماشي. بعد اكتيفيشن، اكتيفيشن نفس هذا الشغل، هذا الشغل اللي حكيناه، اللي قلنا شنو الهستامين تذكرون، قلنا هو يحفز لي هذني الريسبتورات يطلعن على مود ترتبط باللوكوسايت، اذا اللوكوترين تحفز لي هذا الشغل. زين هو هذا نفسه اللي حفز لي منه، نفس اللي حفز لي الهستامين. زين شباب نرجع نقل اللوكوترينز يمنا بالملزمة، اللوكوترينز السورس معناتها الماست سيل واللوكوسايت، الاكشن معناتها انكريز فاسكولار بالمابلتي حكيناها، كيموتاكسيس حكيناها، اللوكوسايت ادهيجن حكيناها، اند اكتيفيشن، هذني الاشياء كلهن حكيناها. هسه هذا القسم خلصناه، نروح على السيتوكينز. شوف شباب السيتوكينز كم نوع هنا اللي تهمني هنا، عندنا تومور نكروتيك فاكتور تي ان اف، هذا النوع الاول. زين انترلوكين 6 ال1 عفوا انترلوكين 6. شوفوا شباب هن السيتوكينز اذا اجي احكي لكم انواعهم كلهن فهن كوم انواع، واحنا ما مذكرات عندنا بالملزمه، فراح احكي بس فقط ثاني مذكرات عندنا في الملزمه. هسه هاي الانواع السورس منين تجيني السيتوكينز؟ شوفوا شباب الماست سيل اللي هي شنو بكل عزل الطام. زين هسه الماست سيل اعطتني هستامين، والماست سيل اعطتني بوستوغلاندين ولوكوتين، والماست سيل اعطتني هسه دور شنو اعطتني سيتوكين. زين وايضا ماكروفيج تعطيني سيتوكين، وهنا اندوثيليال سيل تفرز سيتوكين. شوفوا شباب احنا هنا من كنا نحكي هنا ما جبنا طالعين اندوثيليال سيل تفرز لي اي واحد من هاي ميديتا، بس هنا السيتوكين اول ميديتا تفوز الاندوثيليال سيل. زين اذا هذا السورس مالت، هذا السورس طبعا هذا حكي ملزم نفسه هنا فقط على مود اوضح لكم، وراها نرجع نقرا. بس واحد يسال ليش انا احفظ السورس؟ شوف تحفظ السورس على مود ممكن يجيب لك ام سي كيو يقول لك السيتوكين ار ريليزد باي ذا فولوينج سيل اكسبت، يحط لك الماكروفاج، يحط لك الماس سيل، يحط لك الاندوثيليال سيل، وياه يحط لك البليتلز، حط لك البليتلت. فانت ايش تختار؟ يا هي اللي ما تفرز سيتوكين البليتلت، تختار البليتلت. زين بهاي الناحية ممكن يجيبون سؤال، واتذكر المرة الجاية يعني شايف بالاسئلة. السيتوكين عندها لوكال افكت وعندها سيستميك افكت. اللوكال افكت اندوثيليال اكتيفيشن. زين يعني شنو اندوثيليال اكتيفيشن؟ نفسه الحكي اللي حكيناه بما حكينا باللوكوترينز. زين وحكينا شبابنا بالهستامين، هذا الاندوثيليال اكتيفيشن تجيني هنا انا وينها السيتوكين، نسويها بها لون تردون، خلينا نسويها باللون الازرق الفاتح، هاي السيتوكين. زين تجي لهنا اندوثيليال اكتيفيشن حتى يفرز لي شنو؟ يفرز لي هذني الريسبتورات. زين ماشي
شباب بس اكو نقطه صححه. الليكوتين تسوي ليوكوسايت اكتيفيشن، نفس الحكي اللي حكينا، بس هي بدل ما تسوي يعني بدل ما تحفز لي الاندوثيلوسايت تفز ريسبتات تحفز لي الليوكوسايت تفز ريسبتات. يعني شلون؟ يعني هاي الليوكوسايت، هاي الليوكوسايت مو بها هذني الانتجرين قلنا وبها سلكتين حكيناها باللكتشر السابق، تجينا هاي الليوكوتين تحفز لهاي الليوكوسايت عمود تفزهم. زين فقط هاي اصححها، الليوكوتين تشتغل على الليوكوسايت زين، بس السيتوكين تشتغل على من؟ على الاندوثيليوم سيل. هاي اللوكال افكت يسموه مال السيتوكين. زين شنو السيستميك افكت مال السيتوكين؟ السيستميك افكت مال السيتوكين انديوس فيفر، تحفز الفيفر. يعني شنو؟ هاي شباب السيتوكين تي ان اف انترلوكين 16 تروح لي على البرين تحفز الفيفر، نفس شغل البروستاجلاندين بهاي الناحيه، اذا فيفر. زين ماشي شباب، اذا هذا هي السيتوكين، نقراها بالملزمه. السيتوكين تي ان اف انترلوكين 1 انترلوكين 6، زين من اللي يفرزها؟ قلنا لكم ماكروفاج اندوثيليال سيل والماس سيل اللي هي بكل عزاء الاقطاب. اللوكال افكت معناتها اندوثيليال اكتيفيشن. زين هناك اتمنى وياها اضافه اللي هي اكسبريشن اوف ادهيجن موليكول، هذا اللي حكيناه وياها. يعني ادهيجن موليكول، ادهيجن موليكول هذني شباب، هذني الادهيجن موليكول. زين ماشي، سيستميك افكت تسوي لنا فيفر، تسوي لنا فيفر وياها كاتب ميتابوليك ابنورمالتي، يعني تاثر على الميتابوليزم. زين وتسوي لي ممكن هايبو تنشن، تسوي لي هايبو تنشن. ليش؟ لان التي ان اف يروح على هارت يحفز لي انه يسوي لي سلو ذا هارت ريت، فيسوي لي هايبو تنشن. فلذلك هي تسوي هايبو تنشن وسوينا ميتابوليك ابنورمالتي وفيفر. هاي شنو؟ هاي سيستميك افكت. هسه هاي السيتوكينز. زين نروح على الرابع الخامس العفو، الكيموكينز. الكيموكينز شنو مصدر مالتها شباب؟ شوف الكيموكينز هي نوع من انواع السيتوكينز، هاي فقط عفوا لي هاي المعلومة. زين الكيموكينز مصدر مالتها الليوكوسايت، ان كل من الليوكوسايتس زين ليوكوسايتس بلس اكتيفيتد ماكروفاج، اكتيفيتد ماكروفاج. زين هذا مصدر الكيموكينز. زين وظيفة الكيموكينز شو تسوي؟ من اسمها كيمو، اذا كيمو شو تسوي؟ الكيمو تاكسس، اذا هي كيمو شو تسوي؟ كيمو تاكسس بلس لوكوسايت اكتيفيشن. اللوكوسايت اكتيفيشن يا هي مثل وظيفة اللوكوتين، سويت اللوكوسايت اكتيفيشن قلنا لكم تجي على اللوكوسايت تحفز لي اللوكوسايت تفز لي هذا الريسبتور تطلعها على سطحها، على ما تجي اللوكوسايت ترتبط بالاندوثيليوم سيل اللي هي ايضا بها ريسبتورات وايضا حفزتها ميدياتور ثاني احكيناها احنا. زين ماشي اقرا الكيموكينز هنا يمنا. الكيموكينز تفز لها اللوكوسايت والاكتيفيتي ماكروفيج مثل ما حكينا، وظيفتها كيموتاكسيس واللوكوسايت اكتيفيشن. زين هذني الاربعه خلصوا، نروح على هذا الميدياتا اللي هو بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. زين هو اسمه بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، المصدر مالته شنو؟ شو ما حاط بليتلت، هو غير اسمه بليتلت، ده يطلع من البليتلت. شوفوا هو يطلع من البليتلت بس احنا ما ذاكرين البليتلت هنا بالملزمه، انا حطيت لكم مال الملزمه فقط، كاتبينه بالملزمه تطلع لي من اللوكوسايت وتطلع لي من الماست سيل. زين شباب تطلع لي من اللوكوسايت تطلع لي من الماست سيل. زين ماشي، الفانكشن معناته بليتلت اكتيفيتنج فاكتور شو يسوي لنا؟ بليتلت اكتيفيتنج فاكتور يسوي لي فازو دايليشن انكريز فاسكولار بيرمابيلتي. شوف هسه ما راح اضل اعيد شلون نسوي لان هذا الحكي كله حكي عمود شويه الوقت. فازو دايليشن عرفنا شلون يصير، انكريز فاسكولار بيرمابيلتي عرفنا شلون يصير، لوكوسايت ادهيجن حكيناها، كيمو تاكسس حكيناها، degranulation oxidative force هذا اللي شنو؟ degranulation يعني مثلا الماست سيل، هاي الماست سيل زين بيها شنو شباب؟ الماست سيل بيها هنا أنا granules صغار زين، هذا يحفز الماست سيل تطلع لي الجرانيولز مالتها. زين يحفز لي الماست سيل تطلع لي الجرانيولز مالتها، ايش يسوي degranulation وتطلع لي الجرانيولز مالتها. زين والاكسيديتيف بوست تفز لي رياكتيف اوكسجين سبيشيز وهاي تدمر الجراثيم والمايكروب. زين شباب
إذن هاي الفانكشن اوف بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، نقاها هي من بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، توزع اللوكوسايت والماس سيل، وظيفتها شنو؟ فازو دايليشن حكيناها، انك الفازو كابيمابيلتي، لوكوسايت ادهيجن، كيموتاكسيس، وهاي الاثنين البقيه. يعني بين قوسين هاي تسوي لي كل شيء، جاي تلاحظون كل شيء تسوي لي، كل الوظائف جاي تسوي ليها البليتلت اكتيفيتنج فاكتور. هسه اخر اثنين عندنا الكومبليمنت بروتين والكاينيز، هذني الاثنين بلازما درايفد، بلازما درايفد زين، البقيه كلهن كانوا سيل درايفد، فقط الاثنين بلازما درايفد. الكومبليمنت بروتين السورس مالتها البلازما بودوس ان ذا ليفر، الفانكشن مالتها شو تسوي الكومبليمنت بروتين؟ شوف شباب، الكومبليمنت بروتين هو عباره عن سيستم مكون من بروتينات متعدده، يعني مو بروتين واحد، بروتينات متعدده، هذني يساهمن لي بالليوكوسايت كيموتاكسيز، كيموتاكسيز هاي العمليه نفسها زين، هاي العمليه ليوكوسايت كيموتاكسيز انتقالها للمكان اللي تشتغل به. اكتيفيشن ليوكوسايت اكتيفيشن يعني شنو؟ يعني هاي الليوكوسايت عم تطلع لي نتيجه المولكول، اذا تحفز لي بعد شو تحفز لي؟ دايركت تارجت كيلينج، تسوي فد كومبلكس اسمه ميمبرين اتاك كومبلكس. شنو هذا شنو؟ شباب شوفوا، هذا الكومبليمنت بروتين، كومبليمنت بروتين هذا مو قلنا متكون من بروتينات متعدده، هاي بروتينات متعدده راح ترتبط هي واحده فوق الاخ، تسوي لي فد مركب، هذا المركب يروح يكسر لي منو؟ يكسر لي البكتيريا مالتنا زين، هذا شيء يسموه ممبرين اتاك كومبلكس. اذا هذه وظيفه خاصه في كومبليمنت بروتين فقط، ممبرين اتاك كومبلكس، وايضا فازو دايليشن تمام مثل بقيه الخلايا تسوي لنا فازو دايليشن. اخر واحد خلينا نقرا هنا قبل لا نروح له، الكومبليمنت بروتين البلازما تفزها بدوس ان ليفر، شو تسوي لنا لوكوسايت كيموتاكسيس والاكتيفيشن مالتها ايضا دايركت تارجت كيلينج، ممبرين اتاك كومبلكس عن طريق تكتل قلنا قبل شوي رسمت لكم اياه، او فازو دايليشن. الكاينينز منين يجي شباب؟ شوف اكو في البروتين اسمه كاينينوجينز، كاينينوجينز من يصير انفلاميشن هذا البروتين راح يتحول الى كاينينز، يتحول الى كاينينز زين. مثال على الكاينينز الفادي كاينين زين، مثال على كاينينز في بروتين اسمه الفادي كاينين زين، هذا الحكي ما هو موجود بالمنظمه فقط اطلاع عمود تفهمون. السورس مال الكاينينز مين؟ بلازما هم تصنع بالليفر حاله حال كون الميتابروتين زين. الكاينين شو تسوي؟ الكاينين تزيد الفاسكو بيمابلتي، حكيناها شلون تصير مثل الهستامين زين، بس الكاينين يسوي سموث مصل كونتراكشن ويسوي لنا فاسكو دايليشن ويسوي لي بين. شوف شباب، هي تزيد الفاسكو بيمابلتي هنا وتسوي لي ايضا سموث مصل كونتراكشن. تتذكرون من قلنا بداية الأكيوت إنفلاميشن أول مرحلة من كنا نقول ترانزيت فازو كونستركشن بالفيديو السابق، هو هذا الكونتراكشن اللي تحفز ليها كاينين زين. وأيضا فازو دايليشن يساهم بالفازو دايليشن ورا ما يخلص الكونتراكشن بعد يساهم أيضا بالفازو دايليشن، إذا هاي يسوي لي شغلتين كونتراكشن والفازو دايليشن زين، وزيد الفاسكو بمابلتي مثل هيستامين والبين. شوفوا البين، بس ايش كم صارت تسوي لي بين؟ صارت تسوي لي بين الكاينين والشنو والبروستاغلاندين زين، هذني اثنين فقط يسوون بين، حطوها ببالكم هاي. اذا هاي ميديترز اوف اكيوت انفلاميشن، هاي الكاينينز بغت هنا خلينا نشوفها، الكاينينز بلازما تصنع بيه بلازما، وظيفتها انه كيس فازكو بين مابلتي سموث مصر كونتراكشن فازو دايليشن بين، كلها حكيناها زين. شباب هذني الميديترز مهمه تحفظوها. شنو السؤال يجيكم؟ يجيكم سؤال ممكن يجيكم سؤال كلش بسيط يقول لك عدد لي الميديتورز مال الاكيوت انفلاميشن، تذكرون هذا السؤال مهم وجاي كوما تذكرها فقط ثاني زين. ممكن يقول لك الوظيفه مال واحد منهم زين، ممكن يجيب لك ام سي كيو مثل ما حكيت لكم قبل شويه على السورس ويقول لك اكسبت ويحط لك واحد قلت لازم تعرف يا هو، فهذا الاسئله ممكن يجيكم على الميديتورز. اكو سلايد هنا عرفناه يقول now a few mediators for each major step in the inflammatory process. أول شيء الفاسكولا دايليشن، من يسوي دايليشن؟ الهستامين
هاي ملخص هنا، الهستامين، البروستاجلاندين والنيتريك اوكسايد، هذا ما مذكور فقط بس هو هم يسوي لي فازوديليشن. زين، انكريز ان فاسكولار بيرميابيلتي، من يسوي لي زياده بالفاسكولار بيرميابيلتي؟ شوفوا شباب، اذا بشكل مؤقت، يعني الزياده بالفاسكولار بيرميابيلتي بشكل مؤقت مده قصيره، الهستامين اللي هو يشتغل بسرعه immediately. زين، بس اذا تستمر لا، يجيني البديكاينين والليكوترين هي اللي يستمرون بعد. زين، هاي ان شاء الله واضحه. الثالث الاميجريشن اوف نيتروفيل كيموتاكتيف فاكتور، من يسوي لي اياها؟ هاي الكومبلمنت بروتين شباب. زين، مثل ما حكينا الكومبلمنت يسوي لي كيموتاكسيس، اذا هاي الكومبلمنت السي 5 شنو يعني؟ السي 5 واحد من الكومبلمنت بروتين يسوي لي كيموتاكسيس. زين، الليكوترين ايضا يسوي لي كيموتاكسيس حكيناها. زين، وبكتيريا برودكتس بارتيكولارلي بيبتايد وذ ان فورمين مثل ميثيونين تيرميني، هذا مركب بكتيري، من البكتيريا تفرزه تجيها الليوكوسايت، فهذا ايضا يحفز لي كيموتاكسيس. ليش؟ لان الكيموتاكسيس قلنا حركه الليوكوسايت للسايت اوف اكشن، يعني للبكتيريا. زين، وبعد السيتوكينز، ايضا السيتوكينز تسوي لي كيموتاكسيس، سبيشال دوز اوف كيموكينز فاميلي. هنا شخص السبيشال دوز اوف كيموكينز فاميلي، انا قلت لكم الكيموكينز هي شنو؟ هي نوع من انواع السيتوكين. فيقول هنا السيتوكين خصوصا اللي يعني الكيموكين من السيتوكين، يعني خصوصا الكيموكين هي المسؤولة عن الكيموتاكسيس. زين، لان السيتوكين، زين، بها الكيموكين، وهاي الكيموكين مسؤولة شنو؟ مسؤولة عن الكيموتاكسيس. هاي هسه الميدياتورز اوف اكيوت انفلاميشن، حاولت اشرحها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. زين، لان هو الشيء حفظ، طبعا هو كله حفظ، يعني هو ما بيفهم، بس انا حاولت ابسطه باكثر شيء اقدر له. تمام شباب، هسه احنا وين وصلنا شباب؟ وصلنا للميكانيزم اوف فاسكولار ليكج. زين، هنا راح نعرف، هسه تتذكرون بالفيديو السابق من حكينا وقلنا لكم انه راح يصير شنو، راح يصير زيادة بالبيرمابلتي. هسه راح ناخذ بالضبط شلون راح يصير زيادة بالبيرمابلتي. إذا كون هنا من أخذنا هذا الرسم وقلنا هنا من قلنا تزداد هاي بالبيرمابلتي يصير زيادة، وقلت لكم مثلا شنو شي يصير؟ كونتراكشن بالإندوثيليال سيل، راح هاي إنكبشن الخلايا وشنو؟ تزداد البيرمابلتي وطبعا النيتروفيل. زين، هسه اكو ميكانيزم مختلفة لهاي الزيادة بالبيرمابلتي، مو بس كونتراكشن، راح ناخذها هسه بالترتيب. اول وحدة اندوثيليال كونتراكشن. زين، مثل ما عودتكم نشرحها على الرسم ونجي نشوف شباب. اندوثيليال كونتراكشن هذا البلود فيزل بشنو؟ اندوثيليال سيل. زين، هاي اندوثيليال سيل راح تتخلص وحدة على نفسها، هذين يشوفون هسه من وين راحت، فشلون راح تنكمش؟ ايش راح يصير هنا؟ راح يقل حجمها، شوفوا شلون هنا قل حجم الخلية، وراح يصير بيناتها مساحات، اكو بيناتها مساحات. زين، هاي المساحات يطلعن منها المواد، يطلعن منها المواد مثل ما تعرفون شنو هن؟ البلازما، بلازما بروتين وليوكوسايتس. زين، هاي أول طريقة زيادة بالبيرمابلتي. شنو الطريقة الثانية؟ اثنين، طبعا هنا نشوفه يقول اندوثيليال كونتراكشن كاتب يمها جابس. شنو جابس؟ يعني تصير فتحات، يعني من يصير اندوثيليال كونتراكشن يصير جابس، فتحات بالبلود فيزل، هاي هي. زين، كاتب هنا هيستامين ولوكوتين. شنو هيستامين ولوكوتين؟ قصده انه الهيستامين واللوكوتين هن هذين اللي يسوون يحفزن اندوثيليال كونتراكشن، مو مثل ما قلنا هذين يسوون زياده بالبيرميابيلتي. اذا شلون؟ عن طريق يسوون اندوثيليال كونتراكشن. فهنا انا كاتب يا هي اشياء تسوي لي هاي الاندوثيليال كونتراكشن. الشغله الثانيه سيتوسكيليتال ري اورجانيزيشن، شنو معناه شباب؟ شوف هنا أنا الخليه هسه هذا مو بلود فيزل. زين، وهنا أنا بي خلايا بين اندوثيليال سيل، هاي الخليه راح يصير بيها تغيير، يعني تغيير بالسيتوسكيليتال مالتها. سيتوسكيليتال شنو هو؟ هيكل خلوي، هيكل الخليه شباب. زين، هذا يصير بيه تغييرات معينه، فمن تصير تغييرات ايضا الخلايا راح يتغير شكلها، يعني تشبه الانكماش، بس هنا لا، اسمها سيتوسكيوتال ري اورجانيزيشن. هم تصير ايضا مساحات وتعبر من هنا
المواد، مثل شنو المواد ذني؟ مثل النيتروفيلز، زين هاي النيتروفيلز، وايضا بلازما وبلازما بروتين، هاي اسمها احنا واضح ان شاء الله. زين هنا انا كاتب ايضا جابس، يعني هم يصير جابس. زين ماشي، منو يحفز لي سيتوسكيلتون ري اورجانيزيشن؟ سيتوكينز والتي ان اف هذني يحفزن السيتوسكيلتون ري اورجانيزيشن. يعني شنو معناها؟ يعني هذني الكيميكال ميدياتورز اللي حكيناها قبل شويه، هذني راح يحفزن لي زياده بالبيرمابيلتي عن طريق سيتوسكيلتون ري اورجانيزيشن. هن ميكانيزم مختلف، الهيستامين واللوكوتين شلون تسوي الاندوثيل كونتراكشن، السيتوكينز انترلوكين والتي ان اف تيومر نيكروتيك فاكتور اللي هو ايضا سيتوكين تيومر نيكروتيك فاكتور، هذا خاف واحد يعرف اسمه. زين هذني شنو؟ هاي تسوي لي سيتوسكيلتون ري اورجانيزيشن، ايضا تسوي لي جابس. زين هذني اثنين. الثالثه شنو يقول؟ دايركت انجري. يعني شنو دايركت انجري يا شباب؟ شنو معنى دايركت انجري؟ يعني هذا هنا بلود فيزل اجتني مثلا في التوكسيك ماتيريال، بونز حرق صار بالجلد مثلا، وبلود فيزل جوا تاذى، كيميكال فد ماده كيميائيه تاثر على بلود فيزل، شو يسوي؟ تدمره. يعني هذا مو هيك البلود فيزل تجي تدمره، فراح يصير زياده بالبيرمابيلتي وتطلع منها المواد. واضحه ان شاء الله؟ اذا هاي الشهره الثالثه دايركت انجري، شنو؟ توكسيك بونز اند كيميكالز. زين ماشي. الشهر الرابع ليوكوسايت ديبندنت انجري، يعني شنو؟ بالفيديو الاول مال اكيوت انفلاميشن قلنا لكم انه مرات الليوكوسايت تهاجم التشو نفسه، مرات تهاجم التشو نفسه، فهاي يسموها ليوكوسايت ديبندنت انجري. زين ماشي. فيقول توكسيك اوكسجين سبيشيز اند انزيمز فروم ليوكوسايت، اللي هي كاتب هنا بولمونري اند جلوميرولر كابيلاريز. شنو معنى هاي شبابنا؟ شوف طبعا احنا بعد شويه هسه راح ناخذ شلون الليوكوسايت تقتل لي البكتيريا، بس هنا عرفوا هسه مقدما انه الليوكوسايت تفرز لي رياكتيف اوكسجين سبيشيز وتفرز لي انزيمات، هذني الانزيمات راح يدمرن شنو؟ الكابيلاري، راح يدمرن الكابيلاري، يعني يدمرن البلود فيزل. زين هو البلود فيزل هذا مو باندوثيلو سيل، هنا هاي الليوكوسايت تجي تفرز موادها مثل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، راح تدمر، راح تسوي شنو؟ زياده بالبيرميابيلتي. وهنا انا كاتب بولمونري انت جلوميرولر كابيلاريز، يعني هذني الكابيلاري اللي جاي تشتغل عليهن، يعني طينا مثال انه يصير بالبولمونري وجلوميرولر كابيلاريز. زين ماشي. خمسه انكريز ترانسيتوسس، شنو ترانسيتوسس؟ شوف مرات شباب بس هذا مو الاندوثيليوم، زين اندوثيليوم سيل وهذا البلود فيزل، مرات ينفرز في شيء اسمه فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، نكتبه هذا فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. زين هذا شو يسوي؟ هذا راح يجي يحفز قنوات يفتح ليها بالاندوثيليال سيل. اذا شوفوا هنا صار فتحات، هاي فتحات هم تجي المواد تعبر عن هاي الفتحات، شوفوا هنا المواد هم راح تجي تعبر لهاي الفتحات وتروح لوين؟ وتروح نفس الشيء، تعبر خلايا، تعبر بلازما، تعبر بلازما بروتين. زين هاي ميكانيزم خمس، اذا صار عندنا خمس ميكانيزم اوف فاسكولار ليكج، حفظوهن وياي. اول شيء اندوثيليال كونتراكشن من يسوي هيستامين اند ليوكوسايت، اثنين سيتوسكيلتال اورجانيزيشن عن طريق السيتوكينز، دايركت انجري او ليوكوسايت ديبندنت انجري، ليوكوسايت تهاجم البلود فيزل، او شنو؟ او انكريز الترانس سيتوس عن طريق شنو؟ يقول شانل اكروس اندوثيليال سيتوبلازم فاسكولار اندوثيليوم جروث فاكتور، شو يسوي لي هذا؟ انكريز ترانسبورت فلويد اند بروتين. بس هاي ان شاء الله شبابنا صارت واضحة الميكانيزم أو فاسكولار ليكج، هذا جدا مهم السؤال يجيبوه، جدا مهم، جدا مهم، جدا مهم. زين ماشي. هنا رسم هذا، شوف هذا النورمال اندوثيليوم، شوفوا شلون اندوثيليوم، العفو نورمال اندوثيليوم، شوفوا شلون الخلايا لازقات واحدة بالاخ. هنا من صار ريتراكشن، شوفوا ريتراكشن هي ريتراكشن انكماش، كونتراكشن تقلص، فهي
نفس المعنى تعطينا زين. فسواء قلنا contraction أو retraction نفس الشيء زين شباب. هنا نشوف الأسهم صارت مسافة بيناتهم عبر المواد زين. endothelial injury هنا صار شنو injury بالإندوثيليوم زين شباب. وأيضا شنو المواد عبرني من صار injury هاي شوف endothelium شنو محطهم عبرني المواد وتعبر وياه الخلايا زين. هذا هنا أيضا في الرسم شلون جاي تسوي لي هاي النتروفيل شلون جاي تعبر لي من البلود فيسل للهذا للانترستيشال سبيس زين شباب. هسه اخذنا احنا الميكانيزم مال الزياده بالدرمابيلتي، خلينا نشوف الميكانيزم اوف نيتروفيل ميجريشن زين. احنا هذه اخذناها بالمحاضره السابقه شلون تنتقل النيتروفيل، اخذناها بالتفصيل اللي هي وين هذا الرسم. هسه نرجع على الحكي بس خلينا نشوف الرسم. هذا الرسم من قلت لكم انه هذه النيتروفيل بها سلكتين وبها انتجرين. انتجرين ما ادري وين راسمين هنا بس المهم خلينا نفرض هي هاي الانتجرين وهنا انا عندي شنو؟ عندي سلكتين. السلكتين فور رولينج، الانتجرين فور ادهيجن. هاي حفظوها زين ماشي. تجينا اول شيء تجي السلكتين ترتبط تسوي رولينج، هاي منها سلكتين ترتبط تسوي رولينج زين. طبعا النيتروفيل بيها سلكتين وبنفس الوقت الاندوثيليال سيل بيها ايضا سلكتين زين. هاي هيك عرفوها هسه يعني بس عرفوها مو مهم، بس المهم نعرف انه اللوكوسايت بيها سلكتين. ورا ما يرتبط سلكتين يجي يرتبط هذا الانتجرين يرتبط زين. اكو شيء اسمه اي كام واكو في كام. خلينا نروح على رسمنا، رسمنا اوضح. وين رسمنا شباب؟ رسمنا رسمنا اوضح كان ايه هذا البيتا 1 انتجرين وبيتا 2 انتجرين. البيتا 1 يرتبط بمن؟ بالفي كام. والبيتا 2 يرتبط بمن؟ بالاي كام. هذا اللي من يرتبط راح يعني هذا حكي كله حكينا شلون جاي تصير عمليه النيتروفيل ميجريشن. فرجعوا للفيديو السابق وشوفوها بالتفصيل. هنا ايش كاتب لنا؟ نيتروفيل ادهيجن اند ميجريشن ديو تو بايندينج اوف كومبلمنتري ادهيجن موليكول اون اندوثيليال اند نيتروفيل سيرفيس زين. يعني شنو هي تصير ادهيجن بسبب ارتباط هذني الادهيجن موليكول اللي حكيناهن. وين ترتبط؟ ترتبط بالاندوثيليال سيل وعلى النيتروفيل هي تربطهن سوا زين. كيميكال ميدياتر تشينج سيرفيس اكسبريشن اور افيديتي اوف ادهيجن موليكول. شنو معناها؟ تذكرون من قلنا لكم بداية هذا الفيديو من قلت لكم الهستامين يحفز لي اللي يسوي لي يعني endothelial activation. اذا هي هاي معناها الكيميكال ميدياتر هذا نيتش مثل الهستامين راح يحفزن لي او يغيرن الاكسبريشن surface expression or avidity of adhesion molecule زين. هي هاي المقصود بهاي العبارة ماشي. السلكتين شو يسوي متفقين احنا؟ رولينج. الانتجرين شو يسوي؟ adhesion زين. اميونوغلوبولين هاي اي كام والفي كام هذني يرتبط بهن الانتجرين. الفي كام للبيتا 1 الاي كام للبيتا شنو؟ للبيتا 2 ماشي شباب زين. يقول هاو دو نيتروفيل اسكيب فروم فيزل. النيتروفيل شلون راح تعبر من الفيزل؟ هذا ايضا حكينا. يقول هنا نقطتين حاطلي ريلاكسيشن اوف انتر اندوثيلوس سيل جونكشن. يعني هذني الاندوثيليال سيل جونكشن وينهم؟ خلينا نشوف. شوفوا شبابنا هي هنا هسه هاي مو اندوثيليال سيل اكو جونكشن تربطها هنا جونكشن تربطها. يقول راح يصير بيها ريلاكسيشن من ترخى هاي الجونكشن ترخى من ترخى ايش راح يتحول الى هذا زين. وبعد كاتب لنا دايجستشن اوف فاسكولار بيست ممبرين. هذا البيزمنت ممبرين مو جانكو بيز ممبرين هنا انا صابي دايجستشن راح البيز ممبرين واضح ان شاء الله زين. وكلاثا موفمنت. طبعا اذا جاب لنا سؤال هاو دو نيتروفيل اسكيب فروم بلود فيزل نذكر له اياهم خمس نقاط تذكرون بالفيديو السابق. اول شيء شنو؟ ماجينيشن. ثاني شيء شنو؟ رولينج. ادهيجن. طبعا مو بس نذكر النقطه لا نشرحها شلون جاي يصير ادهيجن. بعد شنو شباب؟ بعد عندنا هذا الترانسميجريشن. بعد شنو؟ والكيموتاكسيس زين. واذا نذكر ذن النقاط وياها فهم ماكو مشكله زين. اذا هذه شلون تعبر النيتروفيل نعرفها احنا زين. هذا السؤال نفسه عايده وكاتب هو كاتب ديابيديسيز
عند immigration chemotaxis. هنا النقاط نفسهن حكيتكم اياها الخمسه تذكرون اذا قال لكم هاو دو نيد تو فيل موف. زين معطينا تعريف الكيموتاكسس يقول movement along concentration gradient of chemotaxis. جاي تلاحظون الحكي كله معادل. الكيموتاكسس حكيناها بفيديو سابق قلنا movement of leukocyte to the site of شنو of the injury along chemical gradient. اذا هذا هنا عايدها movement along concentration gradient of chemotaxis. اتو اذكر التعريف ذاك اللي قلت لكم اياه يعني كتبوا هاي وياه وكل بس كتبوا انه قبلها شنو movement of leukocyte to the site of injury وكتبوا هاي وياها. زين عمود صفة شيء متكامل. زين هنا انا شوفوا هنا انا بدأ من هاي الحكي جاي يحكينا شلون النيتروفيل تكتب. اول شيء يقول ريسبتر ليج اند بايندينج فين اي ارانجمنت اوف سيتوسكيلتون كلاس برودكشن اوف سيدوبوت. شو بس هذا الحكي ماكو داعي انه هسه اوضحه لان هسه انا راح اشرح بالتفصيل انه شلون النيتروفيل جاي تقتل البكتيريا. فمن راح اشرح هذاك الحكي ترجعون لهنا تشوفوا هذا واضح ان شاء الله. زين خلينا نروح نشوف هسه هاو دو نيتروفيل وات دو نيتروفيل دو. طبعا هي محاضره كلها اسئله واسئله يعني عامه ما اعرف شنو هنا بس اذا جاب لك هذا السؤال تذكر له شنو اخذناها بالفيديو السابق النيتروفيل شو يسوي شباب. هذن هنا اخذناهن تذكره هذه وتذكره شنو هذا النهام اللي مع الفاجوسايتوسيس يعني اكشن. زين يقول لك وات دو نيتروفيل دو هاي نفس السؤال عاده فاجوسايتوسيس بس وياها تذكره شنو تذكره النقاط هذني. اذا قلت نيتروفيل فاكشن شو يسوي نيتروفيل تذكره هذني وهذني احسن يعني. زين ماشي هنا انا كاتب كونتاكت Cognition, internalization. شنو هاي معناها شوف هذه نيتروفيل وهاي البكتيريا مين تي تاكلها اول شيء يصير هذا مو قلنا ريسبتر بايندينج هذا ريسبتر ليجاند بايندينج هذا ليجاند وهذا ريسبتر على الاندوثيليوم ريسبتر ليجاند بايندينج هاي خلصنا منها. زين يقول ريكوجنيشن من ارتبطت البكتيريا عرفت النيتروفيل انه هاي بكتيريا. زين internalization راح تبدي تاكلها وهي هاي السيدوبوت هذني اقدام الكاذبه يسمونهم سيدوبوت. زين هنا كاتب اثنين سيتوسكيتال تشينج وين السيتوسكيتال تشينج هي هاي شباب شوفوا شلون كانت شوفوا شلون كانت شوفوا شلون بدت تغير السيتوسكيتال اللي هو هيكل الخلوي مالتها على مود تبتلعي البكتيريا هنا بلعتها. اذن سيدا ارجع لهاي النقاط ريسبتر اللي كانت بايندنج عرفناها هي ارانجمنت اوف سيتوسكيتال عرفناها برودكشن اوف سيدوبوت عرفناها وطبعا بعدني ما شرحت اني بعدني ما شرحت انه العملية بالتفصيل سأشرحها. زين هسه راح نروح ان شاء الله على الرسم نشرح ونجي نقرأ الحكي هذا لهنا. زين 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 شوفوا شباب شوفوا لي هسه هذه شنو هذه خلينا نقول نيتروفيل. طبعا انا هنا ايش كاتب هنا انا هذه نيتروفيل فهذه خليه خلينا نخير النواة مالتها هذه النواة مال الماكروفاج. زين هاي النواة مال الماكروفاج فانا مشتبه حاط هاي النواة خلينا نغيرها على السريع. زين مشتبهين بهاي. زين نواة النيتروفيل شلون تكون هيجي فيها كريستوف صوص. زين هسه راح احكي حكي من الملزمه. اول شيء يقول ريكوجنيشن از فاسيليتيتد باي ابزونينز. شنو يعني ابزونينز؟ شوفوا هاي البكتيريا وهاي النيتروفيل. زين البكتيريا اكو بروتينات على السطح مالتها اسمها ابزونينز. شو اسمها البروتينات؟ اسمها ابزونينز. هي اسمها هيك بني بروتينات على السطح مال البكتيريا. زين على السطح مال النيتروفيل اكو شنو؟ اكو ريسبتورات للابزونينز. يعني هاي الابزونين بروتينات تجي ترتبط على الريسبتورات اللي موجوده وين؟ موجوده على النيتروفيل. اذا هذه شنو؟ ريسبتورز فور ابزونينز فور ابزونينز. ماشي شباب؟ زين هسه ارتبطت البكتيريا بالابزونينز. ما
ماشي نشوف هسه الحكي اللي هنا. Recognition is facilitated by opsonies. مثال مطينا FC and C3B receptor on phagocyte. زين. Will recognize organism coated with immunoglobulin or شنو؟ All complement. يعني شباب شنو؟ يعني هذا هذني الريسبترات على اللوكوسايت هي نيتروفيل لوكوسايت. يقول اكو اف سي ريسبتر اسمه اف سي واكو سي 3 بي. يعني مثلا هذا خلينا نقول اف سي زين، هذا اف سي وهذا سي 3 بي زين. هذني ريسبترات على النيتروفيل، هذني الريسبترات راح شنو؟ راح ترتبط بهن الاوبزونينز الموجوده وين؟ الموجوده على البكتيريا. زين ماشي شباب تمام. وهنا طبعا يقول لنا انه الفاجوسايت will recognize organism coated with immunoglobulin or complement. زين يعني هنا هي هاي الاوبزونينز ممكن شنو عندنا؟ ممكن مو عندنا، ممكن عندنا immunoglobulin هنا ترتبط بها، ممكن complement بروتين، complement بروتين حكيناها بالميدياتور، ممكن ايضا البكتيريا هنا عندها immunoglobulin. خلنا نسميها بهذا اللون، هذه هنا immunoglobulin مثلا، ممكن عندها شنو هنا مثلا complement بروتين. زين فهذني immunoglobulin complement بروتين هاي والابزونينز بني كلهن راح يطبطن على السيرفيس مال النيتروفيل. ماشي زين. فهي هاي انه FC and C3B receptor on phagocyte will recognize organism coated with immunoglobulin or complement. زين. Phagosomes fuse with lysosomes to produce secondary lysosomes. شنو معنى هذا؟ شوف. هسه هي هاي مو ارتبطت هنا، هسه هاي بعد ما ارتبطت هنا ارتبطن خلص. هسه هنا ارتبطن، من ارتبطن؟ نرجع نرسم النواة اللي هنا. زين شباب، هنا من ارتبطت هذه؟ من ارتبطت؟ ايش راح يصير؟ شرح هسه نشوف هاي هسه ارتبطت، راح تجي هنا شوية شوية تجي شنو؟ يصير عملية فاغوسايتوسيس. فاغوسايتوسيس راح تبدي تنبلع هاي البكتيريا. شوفوا هسه هنا شنو هسه انبلعت، هسه هنا البكتيريا هاي النواة نحطها، هسه هنا البكتيريا كلها انبلعت، واضحة؟ هنا البكتيريا انبلعت، شوفوا لي شو كانت وانبلعت. هسه هنا طببنا البكتيريا داخل جسم أو داخل خلية اللوكوسايت، ايش راح يصير بعدين؟ يقول لنا فاغوسوم، هو شنو الفاغوسوم؟ هذا الفاغوسوم، هذا الفاغوسوم، هي هذا مو هاي البكتيريا انحاطت بهذا الجدار وطبيت، هذا شنو شو نسميه هاي البكتيريا والجدار؟ نسميه فاغوسوم، هذا نسميه فاغوسوم. ماشي شباب؟ هنا أيضا حط الخلية النواة، لأن هاي النواة الكبيرة مع الماكروفاج، هاي النواة مع النيتروفيل. هاي مود الدقة شوية. زين هذا هسا الفاغوسوم، يقول الفاغوسوم if used تندمج with lysosome to produce secondary lysosome. هذا حكي من المزمة اللي يحكي يعني، هسا خلصوا ونرجع نشوفه بعد مرة. هاي الفاغوسوم تندمج ويا اللايزوسوم. هاي شنو اللايزوسوم؟ اللايزوسوم شنو؟ اللايزوسوم عبارة عن حويصلة خلوية بيها انزيمات هاضمة. زين هاي الانزيمات مالتها وهاي البكتيريا اندمجت هسا، هذا شي يسموها؟ يسموها secondary lysosome. secondary lysosome. زين ماشي. اذا هذا وياها الفاغوسوم وفيوز with lysosome to produce secondary lysosome. هذه الصورة ما عليكم بها، هاي الصورة ما عليكم بها لان هاي حاطها هيك طلع. زين ما عليكم بها. هسه هذا الرسم راح نوضحه بالتفصيل لحد ما يصير عندكم. هذا رسم كلش سهل، هذا رسم طبعا مهم يعني احنا نعرف شلون جاي تتم عملية هاي الكيرنج، ممكن يجينا كأسئلة. زين شوفوا شباب، هنا هذه هسه مو اندمجت الفاغوسوم ويا اللايزوسوم وكون لي سكندري لايزوسوم. زين هنا راح تبدي انزيمات مال اللايزوسوم تحطم البكتيريا. شوفوا شلون انا هنا راسم كأنهم تحطم البكتيريا هاي، وهاي شنو الانزيمات مال اللايزوزوم. شلون جاي تتم عمليه التحطيم؟ راح نشوف بالضبط هسه شلون جاي تتم عمليه التحطيم. زين شوفوا شباب، هذه قبل لا ابدي اشرح شلون تتم عمليه التطعيم، التطعيم عفوا التطعيم شنو المهم، هذه السكندري لايزوزوم اكو فد ريسبتر عليها
زين شو اسمه هذا؟ هذا اسمه ممبرين اوكسيديز، ممبرين انزيم ممبرين اوكسيديز. زين واكو واحد ثاني بالسيتوبلازم اسمه سيتوبلازم شنو؟ اوكسيديز. هذني اذا اندمجن سوا اندمجن شي يكون في شي اسمه فاجوسايت اوكسيديز، فاجوسايت اوكسيديز. زين ماشي. اذن اعيدها، اكو في الانزيم اسمه فاجوسايت اوكسيديز يتكون من الممبرين بات وسيتوبلازميك بات. هذا الممبرين بات، هذا السيتوبلازميك بات. زين هسه خلينا نجي نكبر هاي السكندري لايزوزوم نشوف ايش جاي يصير بها. هاي هي السكندري لايزوزوم. زين شوفوا شباب، هذا ال شو اسمه، هذا السيتوبلازميك اوكسيديز يجي يرتبط ويا الممبرين اوكسيديز يكون لي الانزيم اللي هو اسمه فاجوسايت اوكسيديز اللي صار متكون من جزئين. زين صار متكون من جزئين هذا الانزيم. زين بس هذا الانزيم يتكون من يتكون هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ شوفوا اكو حاجه تخليه ناد بي اتش. زين من راح هذا الانزيم يتفعل؟ هو اوكسيديز يسوي اكسده، اذا راح ياكسد الناد بي اتش يحولها الى ناد بي بلس. شوفوا من تروح هيدروجين تمام معناها شنو؟ معناها صارت اكسده، معناها صارت اكسده، اذا شنو هنا؟ اوكسيديشن. زين عالجهه الثانيه مع الخليه من يصير هذا التفاعل؟ اكو تفاعل ثاني يصير وياه، عندنا اوكسجين او2، اوكسجين هذا الطبيعي نتنفسه راح يتحول الى اوكسجين راديكال، هذا عليها سالب. ها شنو معناها اوكسجين راديكال؟ او هنا نقطه لازم نحطها، السالب مال الاكسجين هنا نقطة معناها شنو؟ معناها راديكال. من نشوف اكو نقطة معناها هذا راديكال، هذا جذر. زين هذا الاكسجين راديكال ايش راح يسوي؟ شوفوا راح يتحول، طبعا هذا شنو؟ هذا اول رياكتيف اكسجين، اكسجين سبيشيز، هذا نتجناه هسه احنا، اول رياكتيف اكسجين سبيشيز نتجناه داخل شنو؟ نعيد داخل شنو؟ داخل الفاجو سو شو اسمها؟ سكندري لايسوزوم. هاي زين هذا الاكسجين راديكال اللي اسمه شنو؟ اسمه سوبر اوكسايد انيون، هذا هو اسمه سوبر اوكسايد، مو انيون، عفوا انيون، سوبر اوكسايد فقط، سوبر اوكسايد. زين هذا السوبر اوكسايد راح يتحول الى شنو؟ الى هيدروجين بيروكسايد، هذا ايضا شنو؟ ايضا فري راديكال. زين هذا فري راديكال اتخذته بالسيل انجري شنو هي الفري راديكال تمام. فاذا هذا النهس، هذا فري راديكال اجاني وهذا فري راديكال. زين هذا الهيدروجين بيروكسيد راح يتحول الى فد فري راديكال ثاني اسمه هايبوكلوريت. بس قبل لا يتحول خلينا نشوف شلون صارت هاي العمليه. زين شوفوا شباب اكو انزيم ثاني موجود، وين موجود؟ بالسكندري لايزوزوم اللي هي ناتجه من اندماج الفاجوسوم ويا اللايزوزوم. شو اسم هذا الانزيم؟ اسمه مايلو بيروكسيديز، مايلو بيلو بيروكسيديز عفوا. زين موجود اسمه بالرسم اخر شيء، مايلو بيروكسيديز هذا الرسم اقصد، موجود اسمه هنا ما اخاف واحد يريده، مايلو بيروكسيديز. زين هذا الانزيم راح يضيف لي كلور على ال H2O2 على الهيدروجين بيروكسيد. زين من يسوي هاي العمليه؟ راح يحول الهيدروجين بيروكسيد الى OCl اللي هو الهايبوكلوريت اللي هو ايضا الفري راديكال، هذا الفري راديكال الثاني. زين ويحول لي هذا الهيدروجين بيروكسيد الى شنو؟ الى OH اللي هو شنو؟ الهيدروكسي راديكال، اذا هذا ايضا الفري راديكال ثالث. الهيدروجين بيروكسيد هو بعد جاي يتحول فعفنا، لذلك عفنا ما اعطيته رقم لانه هو تحول الى هذا وهذا. زين شباب هنا ايش كم الفري راديكال صار عندي؟ الاكسجين اللي هو السوبر اوكسايد والهيدروكسي راديكال والهايبوكلوريت اللي هو الاوسيال، هذني كلهن، هذني كلهن نجيب هذني يعني هنا الزرق راح يجن يحطمن الخليه البكتيريه ويدمرنها الدمور، هن ذني الفري راديكال راح يسوون هيك شيء. زين اذا هاي شلون جاي تتم عمليه القتل لهاي البكتيريا المسكينه؟ هاي عمليه بالضبط عرفناها. اكو شيء ثاني اسمه شنو؟ اسمه نايتريك اوكسايد او راديكال مالته. هذا منين يجيني شباب؟ هذا النايتريك اوكسايد يجيني من تحول الارجينين الى نايتريك اوكسايد عن طريق انزيم اسمه نايتريك اوكسايد سينثيز، ان او اس معناها نايتريك اوكسايد
سينثيز، وهاي الاي معناها انديوسبل، يعني هو بانواع من ضمن الانديوسبل سايمتهم. فقط المهم عرفنا انه هاي النتورك سايت ايضا تعتبر شنو فري راديكال، وايضا شنو راح تروح تحارب وتدمر هاي المقرود البكتيريا. اذا هنا هاي البكتيريا دمرت. بس هذا الحكي كله حكينا هذا هنا. هسه عيتكم شنو هاني بعد ما عندي وقت اقرا هذا الحكي، بس انتو هسه من خلصنا رجعوا لي هذا كله اقرونه. هسه بس راح اراجع على الرسم، شوفوا الفاجوسايت ارتبطت بالريسبتر مع البكتيريا، عفوا ارتبطت بالريسبتر مالتها حكيناها قبل شويه. سويت لها هنا يعني جيت ابتلعها، ابتلعتها اندمجت ويا اللايزوزوم اتحطمت. شلون جاي يتم التحطم؟ نجي هذا نسيت الاسم اوكسيديز ارتبط ويا الممبرين بات زين، سوالف الشيء اسمه فاجوسايت اوكسيديز، حول لي هذا الى هذا وهذا الى هذا، ونتج لي هذا السوبر اوكسايد والاو سي ال وشنو والهيدروكسيد راديكال زين. وهنا ايضا عندنا الارجينين راح يتحول الى نايتريك اوكسايد، راح هذا النايتريك اوكسايد ايضا راديكال في راديكال، هذول كلهم راح يدمن الخليه البكتيريه زين شباب. هسه يقول كيلينج ميكانيزم، يقول the killing of microbes، القتل مال microbes and the destruction of ingested material are accomplished by. هسه يقول عملية قتل البكتيريا، صح يعطينا حكي بعد، راح يعطينا حكي احنا رسم والعملية كلها ضبطناها. شلون تم عملية القتل؟ أول شيء reactive oxygen species ROS، هاي اختصارها also called reactive oxygen intermediate. يا هن هذني شباب لا حد يقلي ما اعرف هسه نتعارك هذني يا هن reactive oxygen species زين. اثنين reactive nitrogen species mainly derived from nitric oxide، يا هو هذا reactive nitrogen species زين. ثلاثة لايسوزوم انزيم، هاي الشغلة ما حكيتها انا شن هي. شوف بالاضافة الى هذني الفري راديكال، هاي مو اللايسوزوم اندمجت ويا الفاجوسوم اللي بيها البكتيريا وطتني هاي السكندري لايسوزوم، هذه اللايسوزوم جاي تحطم لي البكتيريا عن طريق شنو؟ عن طريق الفري راديكال هاي واحدة، وعن طريق شغلة ثانية اللي هي لايسوزوم انزيم، هاي باللون الاخضر حسويها هذا لايسوزوم انزيم زين، هذا اللايسوزوم انزيم ماشي. اذا هاي شغلة ثالثة جاي تقتل لي، اذا ROS reactive oxygen species nitric oxide ولايزوزوم انزيم، هذني كلهن يقتلن البكتيريا زين. اذا اذا اقول لك شنو الكيلينج ميكانيزم تذكر له هذني النقاط الثلاثة، هذا السؤال ممكن يعني تحطه ببالك. اذا اقول لك شلون تتم عملية القتل مال البكتيريا تشرح له هذا الحكي وترسم له هذا الرسم زين. هسه شوف الكيلينج اوف بكتيريا قسم راح يتحول الى اوكسجين ديبندنت، او قسم راح يتحول الى اوكسجين اندبندنت. شنو معناها؟ شوف من اقول اوكسجين ديبندنت يعني هذا الشيء يعتمد على الاكسجين بانتاجه، يعني مثل شنو؟ يعني شوفوا شباب هسه احنا من هنا من قلنا هذا الفاجوسايت اوكسيديز من حول الاكسجين الى اوكسجين الى سوبر اوكسايد، هذا السوبر اوكسايد راح ينتج لي هذا وهذا، اذا هذني يعتمد على الاكسجين بانتاجه زين. اذا هذا شنو يسموه؟ اوكسجين ديبندنت. هذا كل الحكي اللي هنا يسموه اوكسجين ديبندنت زين. اذا شو يقول هنا؟ produces سوبر اوكسايد اند هيدروجين بيروكسايد، هذا السوبر اوكسايد هذا الهيدروجين بيروكسايد زين. يقول H2O2 الهيدروجين بيروكسايد، شوف شباب H2O2 الهيدروجين بيروكسايد راح يجي المايلو بيروكسيديز، مايلو بيروكسيديز يشتغل عليه يحول لي الى HOCl اللي هو هذا هذا OCl، بس هو ذاك HOCl بس هو هذا يعني يقصد هنا هذا المايلو بيوكسيديز يشتغل على H2O2 ثاني OCl زين. هذا شنو اوكسجين ديبندنت؟ اي اوكسجين ديبندنت. ليش اوكسجين ديبندنت؟ لان H2O2 هو جاني اصلا، هو اصلا بيوكسجين، هو هذا اصلا بيوكسجين، اذا اوكسجين ديبندنت. يقول هنا مايلو بيوكسيديز ديبندنت كيلينج از ليس افيشنت، يعني شنو معناها؟ يعني القتل مال البكتيريا اذا ما عندي المايلو بيروكسيديز شنو راح يكون هذا غير يعني فعال عملية القتل زين. مو تشيل اوكس ثاني كسناها لو لا
لا ما عكسناها. هو يقول انه مايلوبلوكسيس اندبندنت، يعني كيلينج يعني القتل المستقل عن المايلوبلوكسيديز از ليس افيشنت، يعني يكون مو كلش فعال اذا ما عندنا مايلوبلوكسيديز. زين هسه هنا هذا الحكي الاكسجين ديبندنت، خلصناها المعتمده على الاكسجين. هسه نروح على الاكسجين اندبندنت، اكسجين اندبندنت. زين شوفوا شباب الاكسجين اندبندنت يا هن اللايز، احنا مو قلت لكم قبل شويه هاي هذه شو اسمه هذه مو بها ذني انزيمات لايزوزوم انزيم تقتل البكتيريا، هي هاي الاكسجين اندبندنت اللايزوزومز اند هيدروليسز، هذني انزيم لايزوزايم والهيدروليس انزيمات من اللايزوزوم ما تعتمد على الاكسجين. زين ماشي بكتيريال بيرميابيلتي انكريزنج بروتين، شنو معنى بكتيريال بيرميابيلتي انكريزنج بروتين؟ شوفوا شباب هذا عباره عن بروتين معين، زين بكتيريسيد عفوا بروتين معين تفرز النيتروفيل يهاجم البكتيريا ويدمرها، فقط هاي عرفوا ليها. زين بي بي اي ماشي كاتيونيك بروتين ديفينسين، تذكرون بالمحاضره الاولى من قلنا ديفينسين ان هن شو يسوون؟ قلنا الديفينسين راح يسوون ثقب بجدار مال البكتيريا، اذا هي هاي ديفينسين مذكوره هنا بعد مره. اربعه ميجور بيسك بروتين، هذا كلش مهم، ميجور بيسك بروتين كلش مهم، هذا الام بي بي اللي هو الميجور بيسك بروتين عباره عن بروتين تفرز لي الايوزينوفيل. الايوزينوفيل شنو شباب؟ وحده من خلايا شو اسمه خلايا الدم البيض من اليوكوسايت اسمها ايوزينوفيل، زين تفرز لي الميجور بيسك بروتين ام بي بي اللي هو شنو؟ اتاك بكتيريا اند كيل ات. زين اذا هنا صار عندي اختصار المهمات البي بي اي بي بي اي وعندي الام بي بي، البي بي اي شنو؟ بكتيريا بيرميابيلتي انكريزنج بروتين، والام بي بي هذا الميجر بيزك بروتين، هذا كلش مهم وجاي ام سي كيو فحفظوا. هاي هنا انا رسم جاي يلخص لنا العمليه، هاي البكتيريا هذا ريسبتر هنا فاجوسايتوسس، هنا أنا هذا الفاجوسوم اندمجت ويا اللايزوزوم، ايش كون لي شنو؟ كون لي من الاندماج سكندري لايزوزوم، وهنا أنا راح تتم هضم البكتيريا وتنطرح البكتيريا المسكينه عن طريق على شكل سوليبل ديبريس عن طريق عمليه الاكزو سايتوسيس. زين وهذا يروح عن طريق اللنف وبعدين يشوف دربه بالجسم. هسه هذا الحكي شلون تتم عمليه قتل البكتيريا عرفناها ماشي طبعا مو البكتيريا لا اي جسم غريب تصادفه النيتروفيل خلص. زين سؤال مهم يقول لك what the consequence of acute inflammation، هذا السؤال لين جاي اقول لكم مهمه ركزوا عليه، ركزوا على كل العناوين اتفقنا كل عنوان ركزوا عليه فقط، بس هذول جاي اقول لكم مهمه لان انا شايف الاسئله جايات. زين يقول consequence of acute inflammation local consequence of acute inflammation شنو؟ شوفوا شباب هنا ندخل بالعناوين، اكثر شيء اسمه consequence واكثر شيء اسمه هنا local complication. زين ماشي ذن يفرقون بيناتهم. فهسه الـ consequence of acute inflammation روبر اللي هي redness، color اللي هي heat، dolor اللي هي pain، tumor اللي هي swelling، هاي اللوكال والسيستميك راح ناخذهم بعدين تمام. هسه اذا قال local consequence نجاوبوا هذني. هسه local complication of acute inflammation what is the local complication of acute inflammation؟ نجي شوفوا شباب هنا انا هم راح نروح على الرسم نوضح، نروح على الرسم نوضح وين الرسم الرسم نصور هنا وين راح هذا مو مشكلة هسه ما رسمه احنا نوضحها هسه سهلة. شوفوا local complication of acute inflammation بالacute inflammation شو يصير؟ مو يصير swelling؟ زين هذا السولينج ممكن يسوي بلوكج اوف تيوب، ممكن يسد التيوب، يعني مثلا اذا صار عندنا انفلاميشن يم البايل دوكت القناه الصفراويه
ممكن هذا الانفلاميشن لين يصير يعني مسافه تكبر، الانفلاميشن يصير لك مكان يلتهب يكبر، فهذا ممكن يسوي يسد لي التيوب، ممكن بالبايل دوكت، ممكن بالانتستين. اذا هذه شنو؟ هذه السوينج. زين ماشي. الاكزوديت، اكزوديت شنو؟ الاكزوديت تعرفوا انه عباره عن سائل ببلازما بروتين اخذناه وشرحناه بالتفصيل شلون يتكون. زين هذا الاكزوديت ممكن يسوي لي كومبشن، شلون يعني؟ بس وين الصوره؟ ما هي؟ خلني نجي نرسمه هنا أنا. شوف لنا رسمه ونجي نرسم عليه. زين شوفوا شباب، هذا الاكزوديت نفرض ناخذ رسمة مثلا، هاي الرسمة، هذا بلود فيزل وهنا صار انفلاميشن، وهنا أنا شنو طلعت لي من هنا هذا، هنا طلع لي الاكزوديت هذا متجمع لي هنا اللي هو شنو، هذا متكون من بلازما وبروتينات، لان نقاط البروتينات ومتكون من اللوكوسايت، لان اللوكوسايت خلايا دم. زين ماشي اوكي، هذا الاكزوديت ممكن يصير انفلاميشن بالهارت، يعني شنو؟ يعني بالبيريكارديال كافيتي. وين هاي حاط صورة هنا انا يكون نلقاها، يكون نلقاها اي، ممكن الانفلاميشن بالهارت يصير شباب، هاي هنا بالهارت، هاي شنو؟ البيريكارديوم. زين هذا هنا البيريكارديال كافيتي، ممكن هذا الاكزوديت راح يتجمع لي بالبيريكارديال كافيتي، من يتجمع لي بالبيريكارديال كافيتي يسوي لي مصيبة، يسوي لي مصيبة، شو اسمها هاي المصيبة؟ اسمها كاردياك تمبونيت، راح يسد لي راح يضغط لي على القلب بعد يجمع هنا سوائل هواي. زين ممكن لا اصير باللونج، هاي مو اللونج بيها بلورا كافيتي، هذا شنو البرايتر، هذا الفيزر بلورا يجمع هنا سائل، هم يسوي لي ممكن شنو، ممكن يسوي لي كومبشن اللي هي حالة شو اسمه سيروسايتس، هذا يسمونه التهاب السيروس ممبرين. هو تعرفون تعرفون انه هذا اللي هي اسمه بلور فيوجن حاله مرضيه، بس هنا سيروسايتس يعني يقصد بالملزمه مكتوبه التهاب هذا الممبرين، لان هو هذا الممبرين البلور ممبرين البرايتر والفيزرال اسمه شنو اسمه؟ هو عباره عن سيروس ممبرين يسموه، فسيروسايتس يعني التهاب للممبرين. زين ماشي، اذا هاي حكيناها هسه موجوده هنا. هاي الاكزوديت شنو كوبشن كاردياك تمبونيت وسيروسايتس. زين ثالث كومبليكيشن مع لوكال كومبليكيشن فلويد انفلاميشن لوز اوف فلويد، يعني اذا صار عندك انفلاميشن بالجلد وايدك مثلا احترقت وصار انفلاميشن بمنطقه قطعه معينه على الجلد راح تفقد سوائل، فاذا هذا لوز اوف فلويد وين يصير؟ بالبونز، هذا ايضا كومبليكيشن اوف فلويد انفلاميشن. زين بعد pain and loss of function especially if prolonged، يعني اذا الاكيوت انفلاميشن طول مده طويله، زين راح يصير عندك الم طويل وراح lose of function، يعني هذا العضو البي انفلاميشن بعد ما يشتغل، اذا هذه ممكن تكون complication local complication of acute inflammation. يقول لك سؤال describe some possible complication of acute inflammation. زين او اذا قال لك what is the local complication of acute inflammation، هذا السؤال جابه وجاب هذا السؤال، تذكر هذين الاربع نقاط. ماشي شباب، هاي الصورة ما عليكم بيها، خلنا نمسحها ادوخكم، لا لكم علاقة بيها ولا شيء. هسه وات از ذا سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن، هذا الشيء كلش حلو، هسه راح نشرحه بالتفصيل على الرسم. زين زين زين، ايش سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن؟ شوف اول شيء فيفر شباب، تذكرون من شرحنا الميدياتر قلنا انه عندنا السيتوكين، السيتوكين هن عندنا تي ان اف تيمو نيكوتيك فاكتور انترلوكين 6 وعندنا بروستاجلاندين، هذا البروستاجلاندين شو اسمه ايضا واحد من الميدياتر، هذني كلهم راح يسوون انديوس فيفر، راح يحفزن ارتفاع درجه الحراره. شلون يشتغلون ذني؟ هذني شباب يروحون كلاثتين يروحون للبرين، هذا هنا برين، ولو رسم يعني متواضع هذا هنا برين، زين ما اعرف شنو هذا بس افرضوا برين، فهذني هنا راح يجن يحفزن البرين، هذا هنا يحفزن البرين، شو يسوي لي؟ فيفر. اذا هنا شنو؟ فيفر. زين هاي هنا شنو؟ اول وحده فيفر، خلنا ناخذها هنا، ف
فيفر اندوجينوس بايروجينز اللي هي اللي برودوسد يعني اندوجينوس داخل الجسم يتكون انترلوكين 6 والتي ان اف الفا انترلوكين 1 عفوا زين هنا انا ذاكره والبروستاجلاندين هنا انا كاتب فازه هاي فازه ما عليكم هنا الاسبرين ريديوس فيفر يعني هو الاسبرين يقلل الفيفر مو تقولوا بروستاجلاندين يعني اسمين ريديوس فيفر لا البروستاجلاندين حاله حال تي ان اف والانترلوكين 6 يسوي فيفر واخذناها بالميديتر الاسبرين عباره عن دواء ناخذ هذا الدواء يوقف الفيفر شلون يوقف الفيفر الاسبرين على شلون يعني تكون ميكانيكيه شغله شوفوا شباب انا من قلت لكم هذا اعطيتكم هاي المعلومه هاي ما اعطيتكم اياها على مود الشلاشه لا لانها حسبت منها هسه من قلت لكم انه هذا الممبرين مو راح يجي هاي فوسفولايبيز تمام يحول الفوسفوليبيد الى اركيدونيك اسيد وهذا اركيدونيك اسيد راح يجي انزام اسمه سايكلوكسجينيز يحول الى بروستاجلاندين شو يسوي الاسبرين الحباب يجي يثبط لي هذا يثبط لي السايكلوكسجينيز زين يثبطه اذا الاسبرين يمنع تكوين البروستاجلاندين فلذلك يمنع الفيفر هاي خلصنا منها هسه اول شغله ثاني شغله ليوكوسايتوسيس شنو معنى ليوكوسايتوسيس شنو معنى ليوكوسايتوسيس ليوكوسايتوسيس عباره عن زياده بعدد كريات الدم البيض تصير من الجسم يواجه انفلاميشن يزيد عدد كريات الدم البيض ليش؟ لان هو جسم يحارب الانفلاميشن بالكريات الدم البيض فمن يصير انفلاميشن هو جسم يزيد ماشي شباب زين فشلون تتم هاي عمليه الزياده؟ شوف الانترلوكين 6 والتومر نكروتيك فاكتور هذني يروحن على البون هذا بون وبي بون مارو يروحن على البون مارو تعرفون تكوين هاي ما يحتاج احكيها تعرفون تكوين خلايا الدم وين يصير بالبون مارو فشنو التي ان اف والانترلوكين 6 يروحن على البون مارو يحفزن لتكوين وايت بلود سيل وايت بلود سيل هاي مهمه زين ماشي بعد اكو ميكانيزم ثاني زياده وايت بلود سيل شوفوا اكو خليه اسمها هيماتوبويتك سيل هيماتوبويتك ستيم سيل هاي الخليه موجوده ممكن نلقاها هنا ممكن نلقاها بالبلازما بالبريفر بلود يعني موجوده بالدم تمشي هيماتوبويتك ستيم سيل اللي هاي بلود ستيم سيل زين هاي شنو الخليه هاي الخليه لها القابليه على انه تتحول الى اي خليه بلود وايت بلود سيل ريد بلود سيل فاحنا اذا نريد وايت بلود سيل نجي نحفزها تتحول الى وايت بلود سيل زين شلون يتم تحويل؟ هنا هاي الخليه اكو ريسبتر معين عليها زين هسه عوفا نجي نشرح هذا شلون راح يتم تحفيزها شوفوا الماكروفيج اللي هي هاي والنيتروفيل هاي النواه كبيره هاي النيتروفيل العفو النيمفوسايت النيتروفيل مو هاي النيمفوسايت هاي الماكروفيج هاي تي سيل نيمفوسايت يسموها تي سيل ناخذها بالانفكشن ان شاء الله كلهم بني فهذني بوديوس كولوني ستيمليتنج فاكتور هذا اسمه كولوني ستيمليتنج فاكتور هذا الكولوني ستيمليتنج فاكتور يروح لي على الهيماتوبويتك ستيم سيل يحفز لي تكوين الوايت بلود سيل زين ماشي خلينا نشوفه بالمنزل ليوكوسايتوسيس انترلوكين 1 ان تي ان اف الفا بودوس ان اكسيتد ريز فروم مارو يعني يقصد بودوس تسوي زياده بريز منو ريز وايت بلود سيل من شنو من المارو بون مارو زين ماكروفيج تي نيمفوسايت بودوس كولون ستيميتنج فاكتور شو يسوي كولون ستيميتنج فاكتور يحفز تحويل الهيماتوبويتك ستيم سيل الى شنو الى وايت بلود سيل هاي ايضا خصنا منها زين شوفوا هنا ذاكر لي عباره انه بالبكتيريال انفكشن اذا التهابات بكتيريه من الخليه اللي ننتجها اللي تنتجها النيتروفيل اذا بكتيريا انفكشن ننتج نيتروفيل زين اذا فايرال انفكشن ايش ننتج؟ ننتج لينفوسايت اذا فايرال انفكشن لينفوسايت اذا بكتيريا انفكشن نيتروفيل هسه هاي شغله واضحه ان شاء الله زين خلينا نمسح هاي على مود الدخول انتم تقرون على الملزمه لان ما شاء الله خلاص صارت هنا زين شباب هذا يقول هنا اخي شيء كلينيكال يوزفول شنو كلينيكال يوزفول يعني هاي الليوكوسايتوسيس كلينيكالي مفيده لنا ليش مفيده؟ لان من نجي المريض نقيس عدد كريات الدم البيض نلقاها زايده معناها هذا المريض عنده انفلاميشن معناها هذا المريض عنده انفلاميشن واضحه هسه هذه؟ زين اذا هاي سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن خذنا الفيفر والليوكوسايتوسيس ناخذ بعد شغله مهمه اللي هي الاكيوت فيز ريسبونس زين خلينا نروح نشوف هنا مش حاطين عليها هذا الحكي
نفس حكينا بس ارتب، ما اخذه من جامعه ليستر، نقرا ونجعل حكينا. شوف اكيوت فيز ريسبونس ايش يصير بيها؟ ديكريز بالابيتايت، اول شغله ديكريز تقل الشهيه. زين اول شغله بالاكيوت فيز ريسبونس تقل الشهيه، ديكريز ابيتايت. واحد اثنين التريت سليب باتر، يعني تغير اوقات النوم. زين واحد من يتمرض مثلا عند التهاب مو تفقد شهيته، مو وقت نومه يتخربط، كله بسبب هذا الاكيوت فيز ريسبونس. زين change plasma concentration of acute phase report، هذين ثلاث شغلات decrease appetite altered sleep pattern و change plasma concentration مال هاي البروتينات. شنو الacute phase protein؟ عبارة عن بروتينات خمسة، هن C-reactive protein، هذين بس حفظوا اسمهن، C-reactive protein alpha 1 antitrypsin haptoglobin fibrinogen serum amyloid alpha protein، هذين يسموهن acute phase protein يزدادن من الانفلاميشن. فاذا واحد ادى انفلاميشن يقيسون مثلا السير اكتيف بروتين، ليجوزايد يعني هذا ماركر على على انه عنده هذا الانسان انفلاميشن. زين هسان جاي احاكيكم وعدى انفلاميشن فعدى سي ار بي زايد. زين فالاكيوت فيز ريسبونس هاي عيد الحاكي نفس الموجود هناك، ديكريز ابيتايت واحد، التيرد سليب باترن اثنين، ثلاثه تشينج بلازما كونستيشن اوف هاي البروتينات اوف اكيوت فيز بروتين، هذا وهذا 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 وهذا، يعني خمسة بروتينات. زين شوفوا هنا يقول the spread of microorganism and toxin can lead، ممكن يسوي to shock a clinical syndrome. يعني شنو؟ يعني هذا المريض اللي عنده inflammation، وهذا المريض اللي عنده انفلاميشن، زين المريض اللي عنده انفلاميشن ممكن اذا ما تداووا حالته انتركت، هذين البروتينات والتوكسين اللي يفرزها، وهو البكتيريا هم خبيثه راح تفرز توكسين، هاي التوكسين شو تسوي لنا؟ خطوها بكارديو تسوي لنا نوع من الشوك اسمه سيبتيك شوك. زين فهذه اذا اقول لك هاي مهمه طبعا جايه، شنو الكلينيكال سندروم مال اللي ممكن يعني يصير بيها نتيجه اكيوت انفلاميشن، نتيجه الاكيوت فيز ريسبونس يا هي الكلينيكال سندروم تقول له شوك. زين هذا الحكي من ليستر، ذا سبريد اوف مايكرو اورجانيزم اند توكسين كان ليد تو شوك كلينيكال سندروم اوف سيركيوتري فيلر. زين هو هذا نفسه بس هنا مخربطين ما اعرف شلون صاير، فهذا نفسه هاي سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن. هسه هنا يا شباب احنا خلصنا سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن، ويا ريت تحفظون ريتكم فيفر ليوكوسايتوسيس اكيوت فيز ريسبونس، خلصنا اكيوت انفلاميشن سيكويل. شنو معنى الاكيوت انفلاميشن سيكويل؟ اوتكم يعني معناها اوتكم. زين هسه دخلنا بالاسئله، اول شيء صار عندنا سؤال قبل شويه شنو اللوكال كومبليكيشن اوف اكوت انفلاميشن، او شنو الكومبليكيشن اوف اكوت انفلاميشن، هذا جوابه هذا هنا اربع نقاط. زين سؤال يقول لك وات از ذا سيستميك افكت اوف اكوت انفلاميشن، تذكرها واحد اثنين ثلاثه، اذا قال تعداد تعدد فقط. زين طبعا هاي النقطه الثالثه تذكرها اكوت فيز ريسبونس، مو تكتب لها اكوت فيز بروتين، اكوت فيز ريسبونس ثلاثه، وهاي الثانيه وهاي الاولى. زين اذا قال لك وات از ذا سيستميك افكت اوف اكيوت انفلاميشن تكتب له هذا الحكي، اذا قال لك وات از ذا اوتكم اوف اكيوت انفلاميشن، هن اسمه مش شابه عندي بس هو هيك مكتوب عندنا فنلتزم بيها، او وات از ذا سيكويل يعني نتائج مال اكيوت انفلاميشن. زين وهذا السؤال ايضا كاتب هو وات ماي هابن افتر ديفلوبمنت اوف اكيوت انفلاميشن، باعش من سؤال موجودات ركزوا لي على الصيغه. زين شوف نشوف على الرسم مثل ما متعودين ونجي لهنا نشوف what may happen after development of acute inflammation. شبابنا شو يصير ورا ما واحد يصير عنده acute inflammation؟ هذا هنا blood vessel زين، وهنا شنو هذني؟ هذني عباره عن نيتروفيل وايت بلود سيل، هنا زايد البيرمابيلتي وجاي يطلع هذني خلايا، وهنا مو بس هاي الخلايا عندي، لا عندي هنا ايضا بلازما بس نسيت ارسمها، بلازما ويا بلازما ايش عندي؟ عمود ربطها باللكشر بس الشيء الثاني اللكشر الاول عمود ما تنسوها،
عندي بلازما بروتين، هاي بلازما بروتين. زين هذين البلازما بروتين لنا. زين هاي البكتيريا خبيثة اسمها شوي اتش بي ران. اعتذر قحة. زين هاي البكتيريا اسمها شوي اتش بي ران. زين وهاي حولها شنو النيتروفيل. هسه شنو الاوتكم مال اكيوت انفلاميشن؟ اول شيء كومبليت ريزوليوشن. يعني شنو؟ يعني البكتيريا تروح وتموت، نيتروفيل تروح لها هسه نعرف شلون تروح لها، وهذا البلازما يروح والبروتين ذني يروحان وشنو ويرجع كانه ما صار شيء، هذا القشر رجع طبيعي. زين هذا اول شغله، اول اوتكم. الاوتكم الثاني يعني يقول ريستوريشن اوف نورمال تشو، هذا الاوتكم مال كومبليت ريزوليوشن. الاوتكم الثاني بروجريشن تو كرونيك انفلاميشن، يعني ابو الاكيوت انفلاميشن ما تداوى بقى يستخف بحالته، صار عنده كرونيك انفلاميشن، لو صارت حالفه السالفه جاي نسحك احنا، اي صارت السالفه مزمنه عنده. زين السالفه صارت مزمنه، شلون مزمنه؟ ايش راح يصير؟ راح يصير عنده كرونيك انفلاميشن. بالكرونيك انفلاميشن الخلايا السائده هي الماكروفيج، هاي الماكروفيج واللينفوسايت وياها، هاي اللينفوسايت. اذا الماكروفيج واللينفوسايت، ماكروفيج واللينفوسايت، ماكروفيج واللينفوسايت، نيتروفيل تصير قليلة بالكرونيك انفلاميشن. اذا هذه هنا كرونيك انفلاميشن. زين النقطة الثانية، النقطة الثالثة سكانينج اند فايبروسيس. يعني شنو؟ يعني الدواء يعني صار اكو هيلينج، بس صار هيلينج مو ريستوريشن تو نورمال تشو، لا هيلينج باي سكارينج، صارت سكار بمكان التشو المدمر، صار سكار وفايبروسيس، هاي بخت سكار تبقى طول العمر ما تروح. زين ماشي. أربعة ديث، يعني هذا التشو هو والخلايا هاي كلها بعد يودع ويديد. زين هذني أربع عودكم نعيدين هنا. أول شيء كومبليت ريزوليوشن، اثنين بروجريشن تو كرونيك انفلاميشن، ثلاثة سكارينج أند فايبروسيس، أربعة ديث. أربعة ديث سكارينج أند فايبروسيس كاتب سبستانشال دامج تشو انكابابل أوف ريجنريشن، يعني صار اكو دامج بالتشو قوي كلش بحيث النسيج ما يقدر يرجع للنسيج الأصلي. هنا هاي صورة أيضا توضح لنا الحكي طريقة ثانية. هذا هنا acute inflammation. زين ممكن resolution، هذا هنا resolution راحت الخلايا وبعد ما عندنا أي مشكلة. زين ممكن healing by fibrosis، هنا صار healing by fibrosis. ممكن يتحول إلى chronic inflammation، شوف الخلايا كانت هنا نيتروفيل باعوا، هاي النيتروفيل هم أم الثلاث فصوص، شوف ايش صارت بالchronic inflammation، macrophage ولينفوسايت، هاي ماكروفيج ولينفوسايت، هذا نفس حكي بس بطريقة ثانية. بس شلون تتم عملية الريزوليوشن؟ شوف هو احنا الريزوليوشن كاتبينه واحد اثنين ثلاث سلايدات، وهوسه والطالب كل شيء ما يعرف، هاي اللي هو هذه جامعة ليستر اخذت نفس الحكي نفسه بالضبط، بس هنا مرتب على شكل اربع نقاط خلينا نقراهم. زين طبعا على الرسم اكيد هو ريزوليوشن اكا، هو ريزوليوشن اكا. زين اول شيء يقول ميدياترز اوف اكيوت انفلاميشن هاف شورت هاف لايف، يعني هذني الميدياترز اللي اخذناها بدايه هاي المحاضره وحكينا بهن هواي وطولنا. ميدياترز مال اكيوت انفلاميشن الها عمر قصير، فهاي ممكن انكتيفيتد باي ديجريديشن تتحطم. زين ممكن ديجريديشن خلينا نجي ديجريديشن. زين ممكن شنو دايلوشن، يتم تخفيفها. إذا كون بالفيديو السابق إن الإكزوديت حسوي دايلوشن للذني السوالف، إذن هذه هنا أقول ذكرت بعد مرة ممكن إنهيبيشن، يعني يجي في الشيء يثبطها. إذن هاي أول نقطة بالريزوليوشن إنه عدي الميدياترز يروحن. زين لنفرض هاي الميدياترز، هاي الميدياترز كلها تروح خلاص بعد تروح تودع. زين خلنا نجي أول ليش جيبنا الأبيض، باعوا راحت هاي أول شهر خلصنا منها. الشغلة الثانية يقول gradually all of the change of acute inflammation reverse تنعكس and the vascular change stop. سجيح جاني من الملزمة وجاي أشرح لكم. تدريجيا كل التغييرات تصير بالacute inflammation راح تنعكس. ال vascular change stop يعني شلون ال vascular change stop؟ يعني نيتروفيل بعد ما سوى migration، هنا شوفوا شباب النيتروفيل هاي كانت شلون كانت تسوي migration، هنا بعد وقفت خلاص النيتروفيل بعد ما سوى ميجريشن. واحد اثنين
فيزل بين مابلتي انت كاليبر ريتورن تو نورمال. شوف هنا اكو زياده بالبير مابلتي زين، والمفروض اكو فازو دايليشن هيك يعني صايره، اكو فازو دايليشن المفروض زين. فهنا انا شنو راح يرجع البير مابلتي نورمال، والكابيلر والكاليبر عفوا القطر مال البلود فيزل راح يرجع نورمال، يعني الفازو دايليشن راح يروح زين. هاي خلصنا منها. ثلاث الاكزيوديت ادرين فيان لمفاتك. هسه شوف هسه احنا خلصنا من هذا البروتي الميدياتورز زين، خلصنا من الخلايا لين بعد ما ينتقلن زين ماشي. يعني هنا بعد عفوا اقصد خلصنا من انتقال الخلايا من هنا لهنا، بس اكو خلايا هنا هسه انا شو راح اتعامل وياهن زين. خلصنا من البلازما، هذا شنو هذا البلازما خلصنا منها زين. البلازما خلصنا منها، بعد شو راح نسوي زين؟ يقول الاكزوديت راح نخلص منه عن طريق الليمفاتيك، هذا يجي لينف يسحب الاكزوديت يشفطه، يشفطه وين هذا لينف فيزل اللينف هذا الليمفاوية عقد الليمفاوية، فهاي تسحب لي هذا الشيء يسموه الاكزوديت توديه الى فين، من الفين بعد يروح للسيركوليشن زين. يقول فايبرين از ديجريدد باي بلازمين اند اذر بروتيز اند ديتروفيل داي. هسه الفايبرين شنو يعني؟ مثل ما تعرفون الدم من يمشي بيه بروتين اسمه بروتين فايبرين، هذا البروتين من راح يجي لهنا للمكان مال الانفلاميشن عمود يسوي اوت كوجليشن زين، او هنا من يصير هيلينج هو يساهم بهاي العمليه زين. يعني اول شيء هاي يصير بالجروح من يسوي كوجليشن يسد المكان، وبعدين يعني راح ناخذها بالريبير هاي زين. ف وين راحت الصوره؟ صورتنا راحت ايه. فالفايبرين راح يتدمر، وهاي النيتروفيل بقت هنا راح تتدمر. النيتروفيل كلها راح تتدمر. شوفوا شباب النيتروفيل كلها راح تتدمر. النيتروفيل ودعت الثاني، هاي النيتروفيل هنا كلها راحت. النيتروفيل هنا شنو ماتت. اذا هسه خلصنا من النيتروفيل، شوفوا هسه المحصله النهائيه شو يقولوا؟ يقولوا محصله نهائيه بعد ما خلصنا من النيتروفيل وخلصنا من شنو البروتينات وخلصنا من البلازما زين، وهذا ايضا راحت. في المحصله النهائيه يا اما هذا التشو يصير بهيلينج كامل، او يا اما هيلينج باي فايبروسيس زين، يا اما هيلينج كامل او هيلينج باي فايبروسيس ماشي تمام. يا شباب اذا ايش صاعد ريزوليوشن؟ ريزوليوشن عندي اول شيء الميدياتور راحت، شو يسموها هذا الاكزوديت راح انشفط، البيمابريتي رجع الطبيعي، الفيزل كاليبر رجع الطبيعي زين، النيتروفيل هاي هنا ماتت زين، وهذا التشو يا اما يرجع هيتشو او يا اما يصير سكانينج زين. بس انا خليني ارجع ارسم هاي مثل ما كان عمود، بعدين من ادز لكم اياه يكون واضح لكم ماشي. فنرجع ارسم هذا نفس ما كان حتى يكون واضح لكم من تشوفوا بعدين زين. هذا الحكي كله حكيناه، راح نجي نقرا هذا من زمتنا هسه. هسه انا وضحت لكم حكي، هذا راح يكون واضح. Resolution morphology كاتب يقول change gradually reverse، ذكرنا هاي الكلمة vascular change stop، يتوقف vascular change شنو؟ النيتروفيل no longer migration، النيتروفيل no longer marginates زين ماشي. يعني شنو marginate؟ يعني أنا جيت migration بس عادي، المارجينيت إنه هذا البلود فيزل، هاي البلود فيزل وهاي النيتروفيل من كانت هنا فوق من يصير margination تجيني هنا يم البلود فيزل، يعني يم الجدار تمشي، هو هذا راح يتوقف، من يتوقف هذا راح يتوقف هاي الميجريشن اللي يصير هنا ايضا، هنا بعدين يصير عملية الميجريشن مو شباب؟ هاي صراحة الكتابة ما علينا بيها زين، هنا راح يصير الميجريشن ماشي؟ فهاي تتوقف وهاي هم تتوقف زين. فيزل بي مابلتي ريتورن تو نورمال، بي مابلتي ترجع للنورمال حكيناه، وفيزر كاليبر ريتورن تو، هذا حكي كله حكيناه. Therefore exudate drain to lymphatic حكيناها، fibrin is degraded by plasma and other proteins، neutrophil die break up and are carried away or phagocytosis، هاي النيتروفيل ماتت شفناها. Damage tissue may be able to originate، هاي قلنا يرجع حكي او حكي. هاي جدا مهمة الملاحظة الأخيرة. Note that if tissue architecture has been destroyed complete resolution is not possible، يعني اذا التشو الهيكل مال النسيج تدمر كلش يعني، فما يصير complete resolution، ما يرجع
وضع طبيعي يصير سكان، يعني يصير هيك يصير سكان. زين، اذا هذا الريزوليوشن. بعد كاتب ميكانيك، طبعا هسه اخلص هذا وارجع لكم على النقاط الاولى اللي حكيناها، ليش قلت لكم انه هذيك مختصره واضحه اللي هي هاي. زين، هسه هنا انا باكل الميكانيزم اوف الريزوليوشن، all mediator of acute inflammation have short half-life. مو قلنا هيك لو لا، اي maybe inactivated by degradation، تتحطم هي عن طريق شيء اسمه هيبارينيز. هذا الهيبارينيز يعني نعطينا مثال هنا انه هو الهيبارينيز راح يحطم الهيبارين، ما علينا بها هاي، بس هيك نفهمها. زين، inhibitors may bind، مو قلنا هذين شيء الميديتر ما يكون انفلاميشن، may be inactivated and may be inhibited. هاي شلون تنهبت؟ عن طريق ترتبط بها inhibitors. زين، عن طريق ترتبط بها inhibitors. ماشي، كاتبنا هنا various antibodies لان inhibitor للميدياتر. ماشي، maybe unstable، ممكن هي الميدياتر اصلا unstable، تكون غير مستقرة فهي تروح تموت، مثل الاركيدونيك اسيد اللي عرفناه derivatives. زين، خمسة maybe diluted exudate، حكيناها تتخفف بالاكزوديت مثل vibrin. زين، ستة specific inhibitor of acute inflammation change، يعني شنو هاي؟ نعطينا مثال اللايبوكسينز. اللايبوكسين شباب عباره عن بروتين تفرز ليانتروفيل، هذا البروتين يروح يثبط لي او مو تفرز ليانتروفيل عفوا، عباره عن بروتين يثبط لي النيتروفيل كيموتاكسس، يعني يثبط لي انتقال النيتروفيل للسايت اوف اكشن، هذا اللايبوكسين. والاندوثيلين عباره عن بروتين يسوي لي كونستريكت البلود فيزل، احنا بالانفلاميشن مو عندي دايليشن البلود فيزل، هذا عكس، هو هذا عندي انتي انفلاميتري افكت، هذا وهذا لايبوكسين واندوثين، هذا يسوي لي كونستكشن اوف بلود فيسل. اذا هي هاي سبيسيفيك انهبيتر اوف اكوت انفلاميشن جينز. فس هذا اذا قال لي سؤال شنو الريزوليوشن، شلون يصير الريزوليوشن، اذكر له اول شيء ميدياتر اوف اكوت انفلاميشن هاف شورت هاف لايف، ميبي انكتيفيتد باي ديجريديشن ديلوشن اكسوديت او انهبيشن، واذكر له هذا الحكي اللي حكيناه نفسه وعدته اكثر من مره، عدته على الرسم وعدته مذكور هنا بالاستعدادات. فاذا جابك سؤال على الريزوليوشن اذكر هذا فقط، وهذين الاستعدادات لا هذا ولا هذا ولا هذا لك علاقة بيهن، وهاي ملاحظة كلش مهمة. زين، هسه نجي شباب للمورفولوجيكال باترن اوف اكوت انفلاميشن. سؤال ممكن يجينا يقول لك شنو المورفولوجيكال باترن؟ زين، هنا اربع شغلات، هسه ناخذنا واحدة واحدة. اول شيء سيروس انفلاميشن، اول نوع، يعني هو الاكوت انفلاميشن اكو انواع مو نوع واحد. اول نوع سيروس انفلاميشن، شنو السيروس انفلاميشن؟ انه حاله مثل ما تعودنا. شوفوا سيروس انفلاميشن عباره عن التهاب، انفلاميشن يصير، بس شنو هذا الانفلاميشن؟ هنا أنا صحيح صار زاد بالبيمابلتي، بس ما تطلع لي خلايا، يعني بي خلايا قليل، يعني هذا الفلويد المتجمع هنا بي فقط بلازما وبي بعد بروتين. هاي النقاط الزرق، النقاط الزرق هاي بروتين. زين، بي شنو؟ بي بلازما وبي بروتين، ما بي خلايا هو، يعني نلقى خليتين هيك، خليتين بس. المهم هو هذا ما بي خلايا هواي، بي بلازما وبي بروتين، هذا يسموه سيروس انفلاميشن. زين، هذا مثال عليه، مثال عليه. طبعا التانزوليت ما عليكم بها، مشتبه كنت فمسح. فمثال عليه سكن بلاستر، هاي السكن بلاستر شباب شوف الجلد ما يتكون سكن، مش كم طبقه، يتكون من طبقتين، الابيديرمس والديرمس. الابيديرمس هي عباره عن ابيثيليوم عادي، ابيثيليوم. زين، بتكون اكثر من طبقه طبعا. والشنو والديرمس عباره عن طبقه جوا الابيديرمس، كونكتيف تيشو، متكونه من بيها بلود فيزل، بيها جلانز، وبيها شنو هذني الياف. السيروس انفلاميشن يصير لي انا، هاي جاي نحكي هاي مثال مال سكن بلاستر، هاي سكن. زين، هنا أنا فد منطقه من هذا السكن صار بيها مشكله، فد بكتيريا هنا جت، هنا عندي بلود فيزل، هنا من جت بكتيريا ايش راح يصير؟ اكيد عندنا انفلاميشن. وش يصير الانفلاميشن؟ زياده بالبيمابلتي، راح تطلع لي منها شباب، تطلع لي منها هنا بلازما، سائل بلازما وبلازما بروتين، ما عندنا خلايا، خليه خليتين، قليلات الخلايا اللي هنا، ما يطلع عن خلايا هواي. فهذا يسموه سيروس انفلاميشن. مثل شنو؟ مثل السكن بلاستر. سكن بلاستر راح ناخذها بعدين، بس خليني اوريكم صوره.
هاي السكنبلاستر يعني يصير هي بيها هاي الحالة تجمع السائل تحت الإبيثيليوم مال الجلد هاي. وين يصير تجمع بالتحديد؟ هاي هنا هذا الإبيثيليوم تجمع السائل هنا صار شنو ايش عندي؟ سكنبلاستر. هاي في الشيء يعني يوجع من واحد يقيسه يوجع. زين شباب. اثنين فايبينوس انفلاميشن، هاي جاي اشرح لنا عمود بدنا نسويها ولا هو اشرح ما مطالبين به انتم. اثنين فايبينوس انفلاميشن، الفايبينوس انفلاميشن عباره عن نوع من الانفلاميشن يكون بي شنو؟ يكون بي فايبرين عالي. قبل شوي حكيت لكم بروتين الفايبرين وقلنا انه هذا يجينا من البلود فيزل يطلع لي ويمشي ويا البلازما مكان الانفلاميشن. فمن يكون الفايبرين عالي، من يكون شبابنا الفايبرين عالي، هذا الفايبرين مشكلته شنو؟ مشكلته ممكن يسوي لي سكارينج، يعني ممكن هذا الفايبرين شنو؟ هو عبارة عن شنو بروتين يعني من اسمه فايبرين، فشنو؟ فايبروس تشو، يسوي هنا فايبروس تشو. فإذا الفايبرينوس انفلاميشن راح يصير بها سيفير ديستركشن، يا إما ريزوليوشن، هاي بالمزايا مكتوبة، يا إما ريزوليوشن يا إما سكارينج، يعني ممكن يرجع التشو طبيعي، بس هو احتمال أكبر شيء يصير سكارينج. سكارينج اسمها أورجانيزيشن. زين شنو أورجانيزيشن؟ يعني شلون كأنه هذا الفايبرس تشو صار من ضمن التشو الأصلي، فهاي يسموها أورجانيزيشن. يعني شلون إحنا جبنا في شيء حطيناه من ضمن الأصل ويبقى وياه، هذا يسموها أورجانيزيشن. زين إذا هسه هذا النوع الأول السيروس انفلاميشن اللي هو ات بورينج اوف فلويد. النوع الثاني فايبرينوس انفلاميشن اللي هو سيفير ديستوكشن قلناها. النوع الثالث سوبريتيف بورينج انفلاميشن، هذا شنو سالفته؟ شوفوا شباب هنا خلايا نتروفيجا يسوي ميجريشن، هذا الانفلاميشن تيبيكال يعني صورة طبيعية هاي نشوفها دائما. زين هنا هاي الخلايا تطلع بسبب زياده بالبيض مع بروتين. زين هنا هاي الخلايا مرات شنو تموت؟ انا حاط عليها خطوط بيض معناها هاي الخلايا ماتت. هاي النتروفيل من تموت راح يسوي لي هنا فد سائل اصفر، فد ماده صفر، هاي سائل اصفر هذا اسمه البص، اسمه بص، هو هذا يسموه على اسم البص سموه سوبريتيف اور بيرولنت، يعني هو اسم ثاني لها يا إما سوبريتيف أو يا إما بيرولينت. زين هذا هو البص اللي متكون منين؟ من نيتروفيل ميتة، من بلازما، وين إحنا؟ من بلازما ومن هاي البكتيريا. طبعا هاي البكتيريا اسمها كبيرة بس هي مفروض هواية وصغار مثل هاي الصورة، بكتيريا هواية وصغار. زين إذا هنا إيش صار عندي؟ بص لذلك يسموه سوبريتيف بيرولينت انفلاميشن. زين أخير واحد ألسريشن، هذا سوبريتيف بوينت انفلاميشن واخي واحد الستريشن. هسه راح احكي لكم شنو الفرق بين الابسس وبين الالسر ومود نعرف. شوف هنا هاي الخلايا النتروفيل مو راح تموت، هنا ايش سويت لحد يدوخ؟ مو لين تغيرت البكتيريا صارت صغيره طفي اليوتيوب وسد الايباد وتروح تنام، لا هنا شنو شباب؟ صغرت البكتيريا والنتروفيل هاي هنا وياها متجمعه، راح تموت النتروفيل وماتت البكتيريا، كون لي سائل أصفر. هذا هنا سائل أصفر تكون، هذا شو اسمه؟ بص. زين هذا هنا راح ينحط بفد جدار، زين ينحط بفد شنو السالفة؟ إيه ينحط هنا شباب، شلون يكون محاط بجدار هذا هنا؟ يعني هاي شلون مثلا متعد عندك حباية، مو مثلا مرات تصير حباية بالجلد تصير شوف لونها صفرة ومن طقها تطلع هاي المادة القيح الأصفر، إذا هي هاي الحباية هاي نفضها شلون طالعة منها أنا هاي الحباية، مو بها فت يعني جدار خارجي وجوها متجمع الصفر اللي هي عبارة عن خلايا بيض ميتة والبكتيريا والبلازما. زين هاي هي الأبسس، شوفوا هاي هي الأبسس. زين الألسر شنو؟ الألسر شباب الألسر معناها إنه هاي الأبسس مرات الطق، الأبسس هاي الطق راحت صراحة الجدار مالتها كون لي فتشي كون لي خسفة بالتشو، يعني تشوف من نسيج مرات مثلا حباية من أوخرها أو مرات تاني تصير خسفة بمكانها صارت بها ألسر. زين بس هاي يعني مو ألسر بس هيك مثال بسيط جاي أوضحها، يعني ألسر مالتها هي كبيرة داخل الجسم تصير
زي مثلا بيبتيك ألسر يصير بالمعدة، هي عبارة عن خسفة بالتشو، خسفة بالتشو زين. فشنو صار فرق هاي الأبسس؟ هاي بيها جدار، هاي الأعمال بيها جدار، هاي صارت خسفة بالتشو، شايف الشيء عالي زين. الألسر بيها أجزاء، هذا أول واحد يسموه ألسر مارجن، هذا الفوق، هذا الألسر إيدج، وهذا الألسر بيس زين. هذا أجزاء الألسر ماشي. طبعا هسه بعد شوية راح أحكي لكم أكثر عن الأبسس، بس هسه هذا الحكي هنا يكفي، شوية راح أحكي لكم أكثر عن الأبسس. فهسه عرفنا شنو الفرق بين الأبسس والألسر، هذا شنو المورفولوجيكال باتن أوف أكيوت إنفلاميشن، سيروس فايبرينوس سوبريتيف أو بيرلينت والألسريشن زين. هاي هي الألسر نفسها، هذه هنا الألسر إيدج البيس، وهذا شنو المارجن. هذا الصور الهيستولوجي للانفلاميشن، اربع عدد انواع اخذناها. هذا سيروس انفلاميشن، شوفوا هذا شلون الابيديرمس مفصوله عن الديرمس جواها بهاي المنطقه، مثل ما وضحت لكم بالرسم ذاك المخطط مالتي قبل شويه، هو هذا سيروس انفلاميشن. هذا شباب الفايبرينوس انفلاميشن، شوفوا هنا شلون مجمع الفايبرين ومتكتل، هذا وردي، هذا يسموه فايبرينوس انفلاميشن زين. هذه ارسل، هاي هنا ارسل، شوفوا شلون خسفه صايره بالتشو، هذه الارسل بيس، هذه الايدج، وهاي المارجن الارسل. وهذا بيرمننت انفلاميشن، شوفوا شنو بيرمننت انفلاميشن، قلنا عباره عن خلايا بيض ميته وبس بي وابسس، اللي هي شنو هذني خلايا الدم البيض الميته، يقطعوهن ذني شلون ميتات ذني ما بيهن انويه، شوفوا شلون منتهيات، هي هاي الشنو بيرمننت انفلاميشن. هذني انواع الانفلاميشن كلها خلصناها بالتفصيل. بس اخر شيء في شيء بسيط، معطينا كلينيكال اكزامبل اوف اكيوت انفلاميشن. اذا قال لك سؤال اعطيني كلينيكال اكزامبل اوف اكيوت انفلاميشن، تقول له لوبال نيومونيا، وتقول لك سكيني بلاستر، وتقول له ابسس. زين اللوبال نيومونيا خدناها بالاسفور، تصير بسبب كوزيتيف اورجانيزم اسمه ستريبتوكوكس نيومونيا، هاي ما نشرحها بالتفصيل بعد، احنا مو موضوعنا، بس هيك مثال زين. ستريبتوكوكس نيومونيا او يسموها نيمو كوكس زين ماشي. البوبوليشن ات ريسك لهذا المرض اليونج ادلت، يعني الشباب زين، والكوهوليكس اللي يشربون شنو، اللي يشربون الكحول. كلينيكال كورس مالته يعني شلون المرض يتطور، اول شيء واسن فيفر، يعني فيفر مالته قويه، بعدين بوستريشن اللي هي ويكنس ضعف، هايبوكسيميا اكسجين قليل بالدم، وشنو ودراي كوف زين، وفير لي سودن امبروفمنت، ومرات يعني يصير سودن امبروفمنت وين انتي بودي ابير، يعني ما تطلع من الجسم انتي بودي، تروح تحارب البكتيريا تسبب لي لوبال نمايه وتقتلها، فيصير شنو ابل شو يسموها امبروفمنت. هذا مثال يعني فقط، ما يحتاج تعمق، فقط مثال على الاكيوت انفلاميشن لوبال نموني، هاي ايضا مثال انفلاميشن. زين سكيني بلاستر، هاي قلت لكم سكيني بلاستر اللي هي سيروس انفلاميشن زين. فسكني بلاستر هذا الحكي من الاستركات، فارتب من هذا، هو نفسه بس هذا شوية ارتب زين. سكني بلاستر كاوزد باي هيت، أشعة الشمس ممكن حرارة زين، أشعة الشمس أيضا حرارة وكيميكالز ممكن يسبب لي هاي سكني بلاستر. شباب مثل ما حكينا قبل شوية، هاي سكني بلاستر فيها شنو تلكم ألم توجع وإكزوديت، أكو هذا السائل قلنا راح يطلع لي من البلود فيزل فقط سائل وبروتين، ماكو خلايا، شو نسمي هذا السائل والبروتين؟ نسميه اكزوديت زين. فلذلك حيكون هنا أنا هذا بالسكن بلاستر ماشي. هاي واحده بعد كولكشن اوف فلويد ستريبس اوف اوفرلاينج ابيثيليوم، مثل شنو؟ مثل هذا المثال اللي اخذناه، هذا مو ابيثيليوم زين، جوا الابيثيليوم راح يتكون فلويد ستريبس، مثل شو اسمه هذا هنا سائل متجمع، سائل ببروتين زين ماشي. شباب أربعة inflammatory cell relatively few، قلنا خلايا قليلة بي، therefore exudate is clear، يعني فقط exudate بدون خلايا، وأخر شيء resolution or scarring، resolution of scar scarring، يعني نتيجة مات يا إما يصير resolution أو يا إما scar fibrosation، نفس الحكي هذا هي chemical زين. هنا كاتب immunological يعني ممكن مناعي، ممكن يعني زين. الفيتشر ما تقدر، اذا قال لك وات از ذا فيتشر اوف سكن بلاستر شو نقول له؟ نقول له بين وريزوديت زين. كولكشن اوف فلويد سيتبس اوف اوفرلاينج ابيثيليوم
more pain, more tissue damage, and inflammatory cell activity view. Therefore, exudates are clear on the spectral infection develop. يعني يقصد بها إنه هاي الأخيرة الإكزودات راح يبقى كلير ما بي خلايا فقط إذا صار إنفكشن بالإكزودات نفسه. ليش ذاك الوقت راح تجمع الخلايا والمناعية والبكتيريا وتلاصق بالدنيا. فهي هاي السكن بلاستر. زين هاي صورتها من واحد يضغط عليها شنو توجعه. أبسس شوفوا الأبسس قلت لكم راح أحكي لكم شوية عنها أكثر بالسنوات الجاية. فهنا أنا أجي دورها. الأبسس عبارة يعني هاي الأبسس اللي حكيتها هنا من تتكون هاي من تتكون شوفوا هاي خلنا ناخذها هنا تتكون الداخل مالتها يكون عبارة عن ليكوفايت ديبرس صار بها ليكوفايت نيكروسس خدته باللكتشر الأول عفوا بالسيشن الأول بالسيرنجر ليكوفايت نيكروسس هذا وياه صاير بنص الأبسس حولها اكو نيتروفيل زين وهنا أنا صاير بها فاسكولار دايليشن هنا يعني بلود فيزن يعني شلون صار بي دايليشن هنا حول مكان أكيد دايليشن عندنا انفلاميشن فإذا الأبسس عبارة عن سوليد تيشو الانفلاماتور اكزوديت فورس تيشو ابات الشخص او ليش قلنا سوليد تيشو يعني الابسس تتكون يعني شلون خلايا وسوالف ميته وهاي فصار صار بالجمعه شلون في الشيء صلب صاير زين فيقول انفلاماتور اكزوديت فورس تيشو ابات يعني يقصد بيها انه يعني شلون هذني الانفلاماتور اكزوديت راح تفصل تيشو عن تيشو ثاني زين هي هاي المقصود بها ليكوفايتف نيكروسس ان سنتر هذا وياه may cause high pressure therefore pain high pressure شخصت يعني هاي الابسس ممكن تضغط لي على نيرفات بصفها وتسوي لي الم زين هاي خلصنا منها may cause tissue damage طبعا سبب tissue damage الابسس و may squash adjacent structure ممكن شنو تضغط على adjacent structure اللي هي نفسها الهاي بريشر تسوي لنا ممكن فاذا قال لك شنو خصائص الابسس تشرحها تقول له عباره عن solid tissue وتذكر هذني النقاط بها ليكوفايتف نيكروسس بالسنتر زين وسبب لي هاي بريشر على المكان وبين وش نقول له بيها ديد ليوكوسايت يعني قل له هيك ايضا مثل ما شرحت لكم على الرسم هاي هي الابسس هاي هنا الابسس صاير ايضا زين اكيوت انفلاماتين سيرس كافيتي هذا اخر شيء ما عندنا بعد شيء يقول اكزوديت بورس انتو كافيتي يعني السيرس كافيتي يا هلا شباب حكيت لكم قبل شويه السيرس كافيتي مثل هذه الابيلار كافيتي هذا يسموه سيرس كافيتي حتى البريكارديا كافيتي ايضا سيرس كافيتي زين فهذا الاكزوديت ممكن يتجمع بهذا الكافيتي ممكن يسوي لي اسايتس زين ممكن يسوي لي اسايتس هاي وين بالانتستين ايضا اكو هذا اللي شو يسموها البريتونيوم شباب من ينتهي ايضا يسوي لي اسايتس يعني من يجمع البريتونيوم ايضا سيرس كافيتي بي فشنو فهب بالتهاب اسمها الحاله اسايتس زين البلورال فيوجن هاي هنا مع اللونج والبيكادر فيوجن هاي هنا زين طبعا الاسبيراتوري او كادر امبيرمنت يعني مشاكل الاسبيرات سيستم او كادر فاسكولار سيستم لوكالايزد فايبرين ديبوزيشن يعني هنا تجمع للفايبرين يكون خلال هنا داخل هنا مثلا داخل هاي منطقه تجمع للفايبرين زين ممكن يسوي له ايضا بيلي كاردايتس التهاب هذا الغشاء المحيط بالقلب زين هذا اللي هن الاكيوت انفلاميشن يعني هذا حكي مو كلش مهم فقط فقط عرفوهن زين هذا الانفلاماتوري اكزوديت وهذا المايوكارديوم شوفوا شلون هنا هذا المايوكارديوم عضلات شوفوا شلون مجمع الخلايا اللي شو يسموها الخلايا المناعيه هذا هو كله شنو الابيكارديوم شوف شلون متجمع بيه راح تجمع وراح تضغط على القلب وتسوي شنو؟ كاردياك تمبونيت هذا السمري اقروا انتو كل الحاكي نفسه احنا الحاكي مال هذا حاكي الانفلاميشن كله زين ماشي شباب هنا نكون خلصنا الاكيوت انفلاميشن كل تفاصيلها وبكل اشياء يعني حاولت اشرحها بكل ما عندي من معلومات صحيح ممكن هذا الفيديو شوية يعني طويل ممكن ساعة و 30 دقيقة ممكن أكثر شوية بس شوفوا لأن يعني تحملوا هذا الفيديو لأن صراحة الموضوع شوية بتفاصيل هواية ووضحت كل شيء بالتفصيل يعني حاولت أوضح كل شيء بالتفصيل أي سؤال ما عندكم تعالوا قلوا لي على التليجرام
إن شاء الله جاوبكم. شكرا جزيلا لمتابعتكم.